ايوه تمام. تمام تمام اتفضل حضرتك. طيب اول حاجه خلينا نشوف الاول التصميمات اللي الناس بعتتها، لان في تعليق على كذا تصميم كده من التصميمات اللي اتعملت. انا مش هفتح التصميمات لان التصميمات مبعوثه على الواتس. تمام، أول تصميم خالص وخاص بغادة حسين، مش مهندسة غادة، يعني لا تعليق. اسم كويس جدا، بس في حاجة واحدة، إن السويتش اللي أنت مختاراه هو ديب سويتش، مش بوش بوتن. يعني السويتش ده بيفضل محتفظ بالحالة بتاعته. تمام، بس كتصميم ولي أوت ممتاز جدا. دي حاجة. الحاجة التانية، التعليق التاني، الاسم اللي هو غادة حسين مكتوب في السلك سكرين لاير، انا كنت طالبه في البوتوم لاير. فدي حاجة. حازم رئيس ده كويسة جدا وعامل المطلوب، ونفس الكلام عامل الاسم اهو زي ما انتم شايفين كده. لو الناس اللي على الجروب لها شايفة الكلام اللي انا بتكلم فيه، كاتب الاسم في البوتوم لاير بالنحاس. تمام، محمد عبد الظاهر. محمد عبد الظاهر، المشكلة الوحيدة عندك هي السويتش، مختار سويتش 4 طرف كل حاجة بس المقاس الكبير. تمام، المقاس الكبير هو 12 ملي متر، 12 ملي متر، وده مقاس كبير جدا على اللي احنا كنا مختارين، بس مفيش مشكلة. كلي اوت كويس، بس عندك فيه تعليق برضو تاني، تراكات رفيعة. دي حاجة. في تراك كده لو انت اخدت بالك، لامس طرفين من اطراف السويتش، الطرفين دول اصلا ما بيبقوش واصلين مع بعض، فانت كده عملت شورت سيركت عليه. التراك اللي هو جاي من فوق على الشمال معدي على الطرفين كده، فلو سامعني حاول تعدل النقطة دي. عمر السبكي تمام جدا والدنيا منظمة، بس في عندي تعليق وحيد، انت كبرت حجم البوردة عشان تكتب اسمك على اللي اوت من تحت. فاهمني؟ يعني لو انت بتعمل ديزاين اكيد مش هتكبر بوردة مخصوص عشان تكتب الاسم. فده التعليق الوحيد على التصميم، لكن كله تمام زي الفل. مين؟ صامويل. كويس جدا، بس في مساحة كبيرة يعني مش مستغلها. يعني المساحة الكبيرة اللي حوالين البوردة دي يفضل إن أنت تكون مستغلها، فإحنا بنحاول نرص المكونات أفضل بأفضل شكل بحيث نستغل المساحة اللي معانا. تمام، نفس الكلام، التراك اللي هو جاي من على الشمال تحت كده طالع لفوق للسويتش، جايب نقطتين مع بعض، فدي هتبقى عاملة لك مشكلة لأنها تبقى أكيد عاملة شورت سيركت على طرفين الباب. تمام، دايرة منار سلامة، باشمهندسة منار. في حاجة مش واخدة بالك منها، هي إن المكونات اللي أنت نزلتيها مكونات SMD. تمام، المكونات دي SMD، إحنا قلنا المكونات اللي تكون نازلة كلها THD، يعني ثرو هول، يعني هيعمل لها ثقوب عشان تتثبت. تمام، تاني حاجة، التراكات رفيعة جدا. التراكات دي أنا قلت لو هتتصنع يدوي هتتاكل واحنا بنحمض، أو مش هتطبع أساسا، أو لو اتطبعت مش هتبقى باينة في الحبر. تمام، ده تعليقي على البورد. تاني حاجة، حجم البوردة، حاول تصغر حجم البوردة بحيث تستغل النحاس أفضل شكل ممكن. محمد طحون، تعليق على البوردة، عاش جدا بجد والله، عاش جدا. التعليق الوحيد اللي ممكن أقوله لك على البوردة هو مفيش، يعني ما عنديش تعليق على أقوله لك على البوردة صراحة، غير إن التراكات بس محتاجة تكبر شوية، لأن ده تراك رفيع أوي. يعني التراك ده بالكيرفات، يعني في حد بدأ هو يطبق الرول زي ما قلنا، احنا بلاش فين النقطتين اللي لامسين عند صامويل تحت خالص على الشمال.
هتلاقي التراك اول تراك على الشمال خالص جاي مع النقطة اللي جنبه على طول. تمام. محمد طحون لو سامعني انت، بس التعليق الوحيد انت تكبر التراكات بس، وطبعا ما فيش زاوية 90، انت عامل شغل عالي جوه بسم الله ما شاء الله. بس انا مش عارف هل انت يعني، انا حاليا مش شايف مش شايف تراكات الباور واصل، يعني انا مش شايف كده الباور واصل هنا في البورد، مش عارف بقى انت موصله من اللير اللي فوق ولا ايه. تمام، فاتمنى ان هو يكون واصل يعني، لان هو من الظاهر عندي ان هو واصل، مش ظاهر فيه نحاس اصلا بين الروزيتا او النقطتين اللي انت منزلهم للتوصيل وبين المقاومه وباقي الايه مكونات الدائره. تمام. ايه تاني؟ مصطفى انا لسه ببص على باقي الدوائر، ثواني. باشمهندس معلش، ايوه بالنسبة لل أنا محمد طحون، النقطتين اللي مش متوصلين دول الاتنين الباقيين بتوع السويتش مش أكتر. تمام، انا شايف كده يبقى البورده كده معمول لها روتيت صح؟ ما هو من تحت بتبقى روتيتد عن فوق، هو الأوتبوت بتاعي طلع كده. انا اشوفها المهم تاني. فكرة يعني، ماشي محمد طحون. هو فعلا لا كده وضحت، بس انا زي ما بقول لك اللي انا اقصده في ايه، انا اللي انا شايفه الليد والسويتش جايين في ناحيه، وفي البورده الثانيه الليد والسويتش في ناحيه ثانيه، فاهمني؟ بس كده ما هو تمام. انا انا زي ما بقول لك اتلخبطت بقى، برضه، بس انا لما كنت واقع معكوس عشان ده تحت وده فوق كده. ايوه التعليق الوحيد بس كده هو الدوت سمك التراك. طب بنزوده تمام، ازاي؟ طيب عرفنا بالسريع. هقول لك تاني تزوده ازاي، مع ان انا شرح المره اللي فاتت، مفيش مشكله. خلاص تمام. ماشي. اسلام نجم، اسلام مجود. بعت التصميم مع الالتيم، تصميم ماشي عاش وكل حاجه، بس احنا شغالين ايجل، فاهمني؟ يعني الهدف احنا بشرح ايجل دلوقتي عشان الناس كلها تبقى شغاله على حاجه واحده، حاجه ستاندرد، حاجه فري، فاهمني؟ فده الهدف. مصطفى ساعة مصطفى ماشي. هو بص يا مصطفى، في تجويدة برضه عندك، يعني المشكلة يا جدعان انتوا بتجودوا في يعني مثلا السويتش ده، انت مختار سويتش فيه طرفين كونتاكت وطرفين هو موصلهم لك باي ديفولت للجراوند، يعني احنا ما حطيناش اصلا. انا لما جيت اختار السويتش قلت انا اختار سويتش عادي مومنتري سويتش. تمام، المومنتري سويتش ده عباره عن 4 اطراف، انا بستخدم منهم طرفين اتنين بس، هم 4 اطراف بس كل طرفين متوصلين مع بعض. تمام، النوع اللي انت مستخدمه ده حاجه تانية خالص. يعني هي واضحة أوي، يعني هي تجويدة عالية أوي كده، ايه هي تجويدة فظيعة للدرجة دي. أنا قلت فمين حد اللي حاطط لك لون بيسأل؟ مختلف يعني. مين؟ أنا اسلام مصطفى. ولا مين اللي بيتكلم؟ مصطفى. أه ما انا بقول لك يا مصطفى، المشكلة ان انت لما تيجي تجيب سويتش او حاجة زي كده مش هتلاقي اصلا السويتش ده على ارض الواقع، يعني ده الهدف. الحاجة ان احنا دلوقتي بنعمل حاجة، احنا عاوزين نصمم دايرة نربطها بالحاجة اللي موجودة بره، يعني انت لما تطلع تشتري المكونات دي وتيجي تنفذها تلاقي المكونات، انما لو صممت دايره ورحت تشتري المكونات مش هتلاقي المكونات دي موجوده، فاهم قصدي؟
بالنسبة للبطارية برضو، البطارية هتبقى مديك مساحة، ومش الأبعاد، مش أبعاد ستاندرد للبطارية، فاهمني؟ فأنا زي ما بقول لك هتحط بس نقطتين بين هيدر وتبدأ توصل إيه بيهم، بس كشغل زي الفل. برضو زي ما قلت الناس كلها تقريبا حوار التراك، إن التراك رفيع ده ما شفتش غير بوردتين او ثلاثه هم اللي مظبطين التراك، فحاولوا الناس تكبر سمك تراك النهايه. السيد بركات كويس جدا، بس برضو زي ما قلت نفس التعليق، الليد مختلفه، الفوت برينت بتاعتها مختلفه، تمام. السويتش 12 مللي، احنا قلنا مختارين السويتش اللي هو الصغير خالص، او البوش بوتن اللي هو صغير خالص. ايه تاني؟ سمك التراك يعني معقول كويس، تحط فاليو للمقاومة، ونفس الكلام هنا. الجزء ده انا شفت في كذا حد، كذا برضه حد عمل حوار اللي هو الدايرة ما بتعملش، ما بتحددش البوردة، او ان البوردة انا ببقى عامل دايرة بس البوردة برضه بتطلع من مربعة. انا قلت عشان نعمل الموضوع ده والبورده شكلها بيتحدد لازم تكون ايه في الدايمنشن لاير، يعني الفريم اللي انت هتبقى رسمه ده يبقى بتحدد اللاير اللي انت هترسم فيها، تبقى اللاير اللي هي ايه الدايمنشن، وتحذف اللي قبل كده، يعني تحذف الدايمنشن اللي قبل كده وترسم دايمنشن بيه بس، تمام زي الفل يعني. مروه انديل تراكات كويسه جدا، بس في تراك بزاويه 90، بلاش الزاوية 90 دي. السويتش تمام، المقاومة بس هتنزل لها فاليو، الاسم يتكتب على البوتوم لاير بالنحاس برضو، منزلة روزيتا دي تجويدة، بس تجويدة مقبولة شوية مفيش مشكلة. روزيتا من بين هيدر يعتبر الاتنين موجودين، ودي نفس الأبعاد اللي هتلاقيها في ليد 3 مللي تمام. أما بقى عم أحمد قنديل أنت لازم تبهرني كل مرة كده، تمام. لا داعي للتصفيق، ماشي يا عم احنا مش هنصفق. انا اقول لك بس على ايه، على كذا نقطة. هو نفس التعليق على الدوائر اللي فاتت. احمد قنديل انت حاضر بس ثواني ولا لا؟ موجود؟ اه ايوه تمام ماشي. بص يا سيدي، التراكات نفس الكلام، تراك رفيع دي حاجة، كمكونات نقول احنا بنيجي نصمم، بنصمم حاجه اسمها دي اف ام او ديزاين فور مانيفاكتشرنج، يعني انت بتصمم الحاجه دي عشان تتصنع. لما انت تصمم البورده الكاستم شيب ده، معنى كده ان انت هتهدر في البي سي بي كتير جدا، ودي نقطه انا يعني حابب الناس كلها تسمعها وتحطها في ودنها، عشان لما تيجي تصمم تبقى عامل حسابك ان انت لو البورده او التصميم بتاعك ده دخل ماسيف برودكت او منتج هيبقى بكميه كبيره وعامله بكاستم شيب معين، ما هدرش كتير بالنسبه للمصنع، وبالنسبه لي انا كيوزر بقى ان انا اللي بصنع دلوقتي، ما انا كل ما ههدر كتير للمصنع ده هيجي عليا بتكلفه اكتر، تمام. يبقى انا لما باجي اختار كاستم شيب بختار كاستم شيب يكون معقول، فاهمني؟ اتمنى النقطه دي تكون وصلت. اسمها عبد العال، تمام. هي عملت اللير الخارجية، تمام، ووصلت المكونات وكل حاجة، بس برضو السويتش اللي هي مختارة ديب سويتش مش سويتش 4 أطراف، دي حاجة. الحاجة التانية مش منزلة نقطتين البين هيدر اللي هتوصل بيهم البطارية. الحاجة التالتة ما وصلتش تركات النحاس زي ما قلنا في البوتوم لاير. الاسم هيتكتب بس في البوتوم لاير اللي هي باللون الازرق مش اللون الاحمر، لان ده كده التوب لاير. الفريم الخارجي اللي هو بالاحمر ده ما حددش ابعاد البورده، لان هو دلوقتي معمول في ايه، في التوب لاير. هنغير بس، هتضغط عليه كليك يمين ومن البروبرتيز هتغيريها، تخلي اللاير بتاعته دايمنشن لاير، يحدد لك ابعاد البورده، ولو في حاجه حواليه تانية لونها اصفر او دايمنشن تانية. بس ده التعليق على الايه، على البورده.
مش عارف هل في حد تاني، في حد تاني بعت يا شباب وانا ما شفتش او ما اتكلمش على التصميم بتاعه. كله تمام كده ولا في حد نسيته؟ عشان ما بقاش نسيت حد. بس هو في الناس اللي هي منزلة لسه من ساعة قبل الميتنج على طول ديت، اسمها عبد مين؟ العال، واسمها ما عبد انا العزيز علقت على تقريبا. علقت على لسه معلق على التصميم دلوقتي. اه تمام، هي دي آخر واحدة. تمام. في حد تاني؟ لا كده خلاص. هقول لكم بقى رأيي كده بالأمانة، أفضل كذا تصميم شفتهم يعني. أول تصميم شدني صراحة كشكل وكألوان وتنظيم، التصميم اللي هو بتاع باشمهندسة غادة حسين. تمام، التصميم حازم، ترتيب كده اللي أنا شفتهم. نفس الكلام مع محمد عبد الظاهر، بس اتعدل البوينت اللي قلت لك عليها، وعمر السبكي. تمام، باقي الناس بقى زي ما قلت، والتصميم الراجل اللي هو بتاع الايجل ده، بس لو اتعمل على الالتيم كمان هيبقى اعظم. باقي الناس انا مقصود يعني يا جماعه، انا باقي الناس انا بقول التصميمات اللي شدتني دي، معنى كده ان الناس اللي هتعمل التصميمات اللي جايه هتبقى احسن. يعني مش معنى ده اول تصميم لسه عباره عن ليد ومقاومه، اللي بعد كده هتبقى شغل تقيل. يعني بتصمم شيلد كامل مثلا الاردوينو او دايره باور ديستريبيوشن. تمام، فاللي هو العبره بالنهايات لا بنقص البدايات. يعني ما نتغرش ان في مثلا نقص في البدايه، لا ممكن انت اللي تكمل. فاهمني؟ فانا عايزكم برضو ايه، محدش ييأس من اول تاسك او من اول حاجه تطلع. تمام، نبدأ بقى النهاردة كده السيشن زي ما اتفقنا امبارح. شغلنا البرنامج، دي الواجهة اللي شايفينها هنا دي، وقلنا انا براجع تاني على الواجهة بتاعت البرنامج اهو عشان الناس اللي ما حضرتش امبارح. الواجهة بتاعت البرنامج عندي كده، الفايل والفيو والاوبشن والويندوز، دولك كل واحدة منهم لو وقفت عليها كده هتقول لي ايه الاوبشنز اللي موجودة فيه. تمام، زي اي برنامج عادي خالص. وقلت اللي انا يهمني هنا هي اللايبرز، لان دي اللي يبقى فيها المكتبات اللي فيها المكونات الالكترونيه اللي هستخدمها. تمام، زي ما شايف هنا كده في ثلاثه كاتيجوريز هنا، وقلت مش مهم ان انت تفتح دول دلوقتي. وعرفنا قلت الديزاين بلوكس دي ان انا ممكن اعمل ديزاين بلوك واستخدمه كذا مره في التصميمات بتاعتي بعد كده. الديزاين رولز دي اللي بتحدد لي تحميل اللايبرز. مش فاهم تحميل اللايبرز. ماشي، انا هقول تاني. قلت انا على تحميل اللايبرز. تمام، الديزاين رولز دي زي ما قلت دي اللي الرولز اللي بحطها عشان ابقى شغال في حاجه محدده، او انا بقول للبرنامج ما تخرجش عن الرولز اللي انا حاططها لك. تمام، احنا حتى الان ما حطيناش ديزاين رولز، وقلنا المفروض ان احنا هنبدا نشرحها من السيشن ده. اليوزر لانجويج بروجرامز او اليو ال بي دي قلنا مش هنستخدمها، ولا هي ولا السكريبت. الكام جوبس قلنا دي الملفات اللي انا ببدا اطلعها عشان عمليه التصنيع، ده اللي المكن بيفهمه. المكن ما يفهمش الشغل الرسمي اللي احنا عاملينه. الكام جوبس دي بتطلع له الرسومات دي على هيئه اكواد وما الى ذلك. السبيس مودلز دي خاصه بالسيميوليشن، وهنا قلنا السيميوليشن مش احسن حاجه، مش عملي اصلا، حتى هم اللي عملوا البرنامج ما كملوش عليه حوار السيميوليشن ده. قلنا هنا البروجكت دي اهم حاجه بالنسبه لي، ودي اللي بقى فيها المشاريع اللي انا شغال عليها. والاكزامبل بروجكت دي هتلاقي فيها كل المشاريع اللي انت عملتها قبل كده. تمام، والاكزامبلز بقى مدي لك كذا حاجه جاهزه انت ممكن تشوفهم مثلا. وقلنا ان انا اي بروجكت بالنسبه لي بيتكون من حاجتين، الاسكيماتيك، وبتبقى فايل عباره عن الاختصار بتاعه دوت اس سي اتش. تمام، وبقى في حاجه بالشكل ده كده اللي هو الرسومات النظريه بتاعتي توصيلاتها مع بعضها. اما البورد او الدوت بي ار دي، تمام،
هي اللي اوت بتاعي او شكل البورده بتاعتي بعد ما ارص المكونات وابدا اطلع الايه الملفات اللي هتتصنع. المفروض بعد ما تتصنع وتبقى بالشكل اللي انا وصلته او اللي انا عملته هنا ده، تمام؟ يبقى انا تاني اي بروجكت، انا دلوقتي لما باجي كاري بروجكت يبقى جوه حاجتين سكيماتيك وبورد. بس انا لو جيت هنا كده نشوف مثلا الفايل بتاع السيشن اللي فات، اما جيت عملت بقف على بروجكت دي واعمل نيو بروجكت، اما بعمل نيو بروجكت هيطلع لي ملف كده ومش متسمي، بسميه باسم البروجكت اللي انا عاوزه من هنا. وفي هنا نقط، شايفين في نقط كده سودة جنب كل بروجكت، النقطة دي لو هي سودة كده معناها ان البروجكت ده مش اكتف او مش شغال. لو انا حاولت اضغط كليك يمين عليه واعمل نيو هلاقي الاوبشن بتاع نيو ده اصلا مش متاح، فلازم اعمل الاول اوبن بروجكت، تمام؟ هلاقي النقطة اللي قدامه اتحولت بدل ما كانت سودة لونها اخضر، معنى كده ان هو ايه بقى اكتف. باجي هنا كده عليه اروح جاي ضاغط كليك يمين واعمل نيو سكيماتيك، هيكريت لي ايه سكيماتيك جديده كده تحت البرنامج، ويفتح لي ايه هيفتح لي السكيماتيك دي ايه مباشر. ده شكل السكيماتيك اللي عملناها امبارح. وقلنا انا لما بفتح السكيماتيك عندي التول بار برده اللي فوق ده، لو وقفت على كل اداه كده تقول هي بتعمل ايه او الكلام ده كله. وقلنا المهم عندي هنا ده اللي انا بستخدمه في الرسم بتاعي، تمام؟ قلنا ان الجروب دي خلينا اقدر اسلكت مجموعه مكونات، تمام؟ الشو قلت لو انا مثلا عندي تراك اسمه مثلا 5 فولت او مسار كهربي اسمه 5 فولت مثلا او اي مسار بنفس الاسم هيظهرهولي. يعني لو انا عندي هنا كذا مسار بنفس الاسم وضغطت بعمليه الشو دي هيعمل لي هايلايت او هيغير لي لونهم كلهم بحيث انا ابقى شايف ان دول مسميين بنفس الاسم كذا. موف دي قلت بستخدمها عشان احرك حاجه من مكان لمكان تاني، تمام؟ ميرور قلت بستخدمها عشان اعمل فليب او ميرور مكون الكتروني معين ايا يكن. الروتيت ممكن اضغط عليها كده واعمل روتيت للمكون الالكتروني، تمام؟ او ان انا لو انا عامل موف كده وماسك المكون وضغطت كليك يمين بالماوس اعمل له روتيت، تمام؟ قلنا كمان عندنا هنا ان الكوبي والبيست، لو انا عايز اكريت اكتر من نسخه من مكون الكتروني هنا بس قبل ما اوصله، يعني انا ممكن اجي اعمل كده هنا اهو اخد المكون الالكتروني نفسه، تمام؟ اجي اعمل او ان انا اعمل ديليت واحذف ايه الحاجه اللي انا نزلتها. قلنا ان في حاجه هنا اسمها تشينج، ودي مش ما بنستخدمهاش في الاسكيماتيك ولكن بنستخدمها في اللاي اوت ولسه ما شرحناهاش، تمام؟ قلنا ان البورت والبارت الاد بارت دي اللي بننزل المكونات الالكترونيه منها اللي بنستخدمها سواء في الاسكيماتيك او في اللي اوت. هنا اداه ديزاين بلوك دي احنا قلنا لو انا مكاري الديزاين بلوك وهستخدمه اكتر من مره ممكن احطه في ايه في الديزاين بلوكس دي. الموديول والبورت قلنا دولت لما عندي بارت هي حاجه شبيهه بالديزاين بلوك بس جوه الديزاين، يعني انا ممكن جوه الديزاين ذات نفسه اكاري سب ديزاين صغير، فاهمني؟ يعني انا هقسم الديزاين بتاع الكذا موديول وابدا استخدمه برده تاني، ده بيستخدموه في الحاجات الكبيره قوي. النت دي اللي هو اللي انا بوصل بيها بين المكونات وبعضها، وقلت لما ابقى مختار امر نت وباجي اوصل اول ما بقرب من الطرف المكون هلاقي بيظهر لي دايره كده معناها ان انا اقدر اوصل ايه من النقطه دي نت اهو. لو انا ضغطت كده هتلاقي طلع لي ايه دي النت، طول ما انا ماشي بتتحرك معايا، تمام؟ قلنا في حاجة تانية اسمها باص، الباص ده ممكن يبقى فيه أكتر، يعني عبارة عن طريق وممكن أوصل ليه أكتر من طريق تاني أو أكتر من خط، تمام؟ وأسميهم زي ما أنا عاوز. في الجنكشن دي قلت لو أنا عندي مسارين الديزاين بلوكس، أنا قلت الديزاين بلوكس دي أنت ممكن تكره الديزاين بلوك وتستخدمه أكتر من مرة في كذا بروجكت، يعني كذا بروجكت مختلف، تمام؟ يعني اكنك بالظبط بتكريت لايبراري بس اللايبراري دي عباره عن ايه؟ عن بلوك. بمعنى خلينا اجيب لك الديزاين بلوكس اللي موجوده في البرنامج، ادي الديزاين بلوكس اكزامبلز. على سبيل المثال مثلا دايره زي دي
او دايره زي دي، دايره فولتج ريجليتور مثلا، تمام؟ ده ديزاين بلوك اهو. حلو. انت لما ممكن لما تستدعي ده كدوت دي بي ال او ديزاين بلوك، هينزل لك بالشكل اللي انت شايفه ده، متوصل ومتسمي هنا الفي انبوت، هنا الفي اوتبوت، ونازل بالمكثفات بتاعته وبالمقاومات بالدايودز، تمام؟ مش هتحتاج توصله، وليكن دي مثلا دايره باور سبلاي انت بتستخدمها كتير، هنا مثلا دايره باور سبلاي 12 فولت، هنا 24، وهكذا. كل ما تنزل هتلاقي ايه؟ دوائر مختلفه. فاهم قصدي؟ كده النقطه دي وصلت. هنا هنا في ايه تاني؟ قلنا الجنكشن دي لو انا عندي نت كده وجيت عملت نت تانية، دول ما بيبقوش يعني، انا لو انا زي ما قلت دول كده ما هماش متقاطعين مع بعض، يعني انا لو جيت اتحرك ده كده اهو مش متقاطعين مع بعض. طب لو انا عايزهم اخليهم متقاطعين مع بعض، باجي على امر الجنكشن ده واروح جاي اعمل وصله بينهم كده، او بيقول لي حتى عايز توصل الاثنين مع بعض، يعني دي النت اللي هي اسمها دولار ساين واحد مع النت اللي هي دولار ساين اتنين، اقول له اوكي كده بقوا متوصلين. لو انا جيت احرك ده عليهم ايه؟ متوصلين كلهم مع بعضهم، تمام؟ في عندي بقى الحاجة الليبل ده، قلت ده زي متغير كده، يعني أنا ممكن أجي على الأمر ليبل وأضغط هنا على النت دي، تمام؟ هلاقيه طلع لي جنبها إيه؟ 5 فولت بتتحرك. ممكن أغير شكل الليبل من هنا، تمام؟ أهو، وقلت إن ده أكنه فاريبل كده في البرمجة، الفاريبل في البرمجة بيشيل قيمة، صح؟ ممكن نفس الكلام أنا أعمل فاريبل هنا، يعني أنا مثلا ده فاريبل اسمه 5 فولت، هنا نفس الكلام لو انا جيت حطيت فاريبل تاني وسميته 5 فولت، يعني هيعتبر التراك ده متوصل بالتراك اللي هنا ده، تمام؟ وده لسه هنستخدمه قدام شويه، ممكن هنستخدم ده النهارده ان شاء الله، بحيث الناس برضو ايه، يبقى شرحنا كل حاجه. احنا المره اللي فاتت وصلنا بين المكونات الالكترونيه وبعضها، والمره دي هنوصل ايه؟ هنستخدم بقى الليبل، ان انا كاريت ليبل واسمي الليبلز ده، وهو باي ديفولت هيوصل لي اي حاجه بنفس الاسم مع بعضها. قلت هنا لو انا مثلا نزلت مقاومه او ليد او اي حاجه بقى ليها ايه؟ نيم وفاليو، صح؟ النيم ده اللي هو اسم الحاجه الالكترونيه ذات نفسها، يعني مثلا لو انت جيت تشوف هنا ده النيم بتاعه ايه؟ بوزيتيف 5 فولت، ده النيم بتاعه ايه؟ جراوند. جيت هنا على الفاليو، ايه اللي انا محتاج احط له فاليو؟ مقاومه مثلا، المقاومه دي اسمها ار 1 والفاليو بتاعتها 220 اوم. طب انا محتاج اغير الفاليو دي، باجي هنا كده انا ضغطت على الفاليو اهو، وجاي ضغط على المقاومه، بيقول لي عايز تغير الفاليو بتاعتها، اقول له يس، دي القيمه اللي موجوده حاليا. لو انا عايز اغيرها اكتب قيمه جديده واقول له اوكي، انا كده عملت ايه؟ فاليو، حطيت قيمه للمقاومه دي. قلت السبب ان انا بختار كل مكون الكتروني واحط له فاليو واحط له نيم، عشان لما اجي اطلع حاجه في النهايه اسمها ايه؟ البي او ام او البيل اوف ماتيريال. الموضوع دلوقتي مش هيبان او مش هيبقى ليه قيمه في الحاجات الصغيره، لكن لما اجي اعمل دايره كبيره الموضوع هيبقى له قيمه كبيره جدا. ليه؟ انت بتيجي تعمل دايره كبيره مش هتقعد تعد الدايره فيها كم مكثف وفيها كم مقاومه وكل واحده قيمتها كام، هتيجي في الاخر بتطلع البرنامج بيطلع لك زي اكسل شيت او تكست فايل فيه كل المكونات الالكترونيه اللي انت مستخدمها، وعدد كل مقاوم محتاج منه كميه قد ايه، والقيم بتاعتها قد ايه، والكلام ده كله، والنوع بتاعها هل هي اس ام تي ولا هل هي اس ام دي ولا هل هي تي اتش تي، تمام؟ ده بالنسبه للبي او ام او البيل اوف ماتيريال. قلنا ان اللي هو الريبوزيشن اتريبيوتس والريبليس بستخدمها، الريبوزيشن اتريبيوتس دي ما بستخدمهاش في حاجه، تمام؟ في تولز كتير انا ما بستخدمهاش هنا، زي برضو السبليت دي، قلت ممكن تقطع لي خط او ممكن تقطع لي، لو انا مثلا راسم تراك وعايز اقطعه بعمل بسبليت، او اللي هي التول الثانيه اللي هي السلايس دي، بس دول برضو مش هستخدمهم في حاجه خالص. مايتر دي قلت لو انا رسمت تراك اهو زاويه 90 وعايز اخلي التراك ده ما يبقاش شارب كده، باجي على الانجل دي واسحبها كده بالتول اللي هي مايتر، هيخلي لي ايه؟ تراك بزاويه 45، تمام؟ ده التول اللي هي مايتر. لو جيت فتحت تاني كده هنا تلاقي بقى، لو انت عايز ترسم سيركل ريكتانجل وهكذا، شيبس اللي هي المختلفة اللي موجودة هنا، أو مربعات. يا ريت تقفل المايك بس عشان ايه؟
النويز. تمام. عند بقى هنا الكلام قلت برضه نفس الكلام هنا. البنت رولر دي ما بستخدمهاش. الباترن قلت الباترن هستخدمه في اللي اوت. لو انا مثلا قلت ضربت مثال كده بسيط اللي هو لمبات الليد، لو انت فاتح، لو انت جبت مثلا لمبه ليد وفتحتها هتلاقي اللمبه الليد دي معموله بكاستم شيب معين، والليدات مرصوصه ورا بعضها في دايره مثلا او بشيب معين. ده ممكن تعمله بالايه؟ باللي هو بالباترن اللي موجود ده، وقلنا ده هنستخدمه في اللي اوت. البين سواب والجيت سواب ما تستخدمهمش في حاجه، دول لما تيجي كاريت لايبراري بتستخدمهم هما برضو. والانفوك هي تحتها دي، تمام. اوبتمايز مش هتستخدمها في حاجه. اللاين بقى باقي الحاجات دي هي تولز مساعده في الرسم. يعني انت مثلا عايز ترسم بتاع ده خط مثلا حوالين البورد او حوالين التصميم. على سبيل المثال خلينا نختار مثلا اللاين، اجي اقول له انا مثلا محتاج اللاين بتاعي ده مش عايزه كونتينوس، هخليه داش المره دي، تمام. شورت داش، يعني لو انا عايز اوري لك الشورت داش ده يعني ايه، الخط بيبقى متقطع كده، تمام. واجي اقول له كبر لي سمك التراك يبقى بالشكل ده، عايز اكبر كمان شويه، تمام. وهاجي اختار مثلا اللون، انا وهي دي لاير، تمام. بس انا مثلا وليكن انا محتاج ارسم الخط باللون ده، مش هيأثر معايا في حاجه. وهاجي اعمل كده حوالين البورد اهو، تمام. لو انا مثلا عامل كذا تصميم وعايز افصل بينهم يبقى ده ايه، انا مثلا عملت ده تصميم اهو، هاجي هنا اعمل ديليت الخط الزياده ده، تمام. ممكن اجي كده اعمل كوبي الخط ده، او اروح جاي اعمل سيلكت لده كله واعمل له كوبي جروب واخد نسخه تانية منه، تمام. بس انا برجعش ده ليه، لان هياخد لك نفس النت بنفس الاسماء ويوصلها لك مع بعضها. يعني انا لو راح انا عايز اوريكم اللي هيحصل في اللي اوت، ده شكل اللي اوت، هتلاقيه نزل لك نفس المكونات تاني، ولكن المكونات كلها ايه، متوصله مع بعضها. انا اقفل ده كده، يقول لي عايز تعمل سيف، هقول له لا، واعمل اندو، تمام. يبقى ده ايه، دي شكل الدايره اللي احنا عملناها المره اللي فاتت للتوصيل بتاعها. قلت انا عندي حاجتين، الاسكيماتيك والبورد او اللي اوت. اما باجي اعمل رسمت الاسكيماتيك وعايز اروح للبورد او اللي اوت، بضغط على جنريت او سويتش تو بورد من هنا، او باجي اعمل فايل سويتش تو بورد، تمام. قلت حاجه كمان مهمه، ان انا عندي في جريد، تمام. وقلت عشان اظهر الجريد او الشبكه اللي انا بشتغل عليها ممكن اجي اعمل هنا فيو جريد، خليها اون من هنا. وقلت ان انا هلاقي الجريد بتاعي ده بالانش وقيمته 1/10، ممكن اخليه بالملي، بس القيمه اللي هتظهر لي هنا سواء بالملي او بالانش ما اغيرش فيها حاجه، دي بسيبها زي ما هي في ايه، في الاسكيماتيك، لان المكونات اللي بتبقى مرسومه، هرد على الاسئله حاضر، لان المكونات اللي بتبقى مرسومه، تمام، بتبقى مرسومه على الجريد اللي هو باي ديفولت ده اللي هو بقى 1/10 انش او 2.54 من 100 ملم. اقول له اوكي. لو انا جيت اعمل زوم كده، مش عارف انتوا شايفين ان في مربعات ولا لا، بس انا تاني اغير اليو اي، اقول له خليه بلاك، في هنا مربعات ظهرت اهي، تمام. ده اللي هو الجريد اللي انا عملت له ايه، اللي انا ظهرته. ارجع تاني، تمام. مش لاين، لما بدوس على لاين مش بيظهر ويتس وكده، ماشي. ما انا لما جيت دلوقتي ضغطت على لاين اهو، ضغطت على لاين من هنا، لاين اللي هو من تحت من هنا ده، هيظهر هنا البارامترز بتاعته، مش ظاهر ازاي يعني، حاول تشوفيها تاني كده، هو لسه مش ظاهره، قولي انها مش ظاهره عادي. تمام. قلت ان انا ممكن نفس الحاجات اللي انا بختارها دي في حاجات كمان زياده الزهره. طيب خلينا نشوفها، يعني
نشوف موضوع انها ظاهره او مش ظاهره ده بعد السيشن، تمام؟ عشان بس ايه وقت السيشن وما نطولش على باقي الناس اللي موجود. انا ما عنديش مشكله، انا ممكن اطول مع الناس بعد السيشن لو في مشكله نحلها معا. قلت كمان ان انا ممكن اجي من درو دي اختار كذا اوبشن من هنا اهو، منهم الفريم، وقلت ان الفريم ده زيه زي الخط اللي انا رسمه ده، بس بيبقى كمان ايه مترقم، سواء مثلا اللي هو الارقام اللي بتظهر دي كل ما هشد الشكل معايا، تمام؟ ده ممكن اعمله فريم برضو كده على كل دايره، وممكن اختار اللاير بتاعته بدل مثلا ما هي في السيمبل اخليها في الباسز او في النت، تمام؟ ده فريم اهو بالمتر، ماشي يا عم، تمام. ده برضو يعني كعملية تنظيمية مش أكتر، يعني هو ده كعملية تنظيمية بس للإسكيمات. أنا عشان أوريكم برضو حاجة مناسبة للتنظيم، لأ مش عايز أسيب، حاجة زي كده مثلا، تمام؟ دي الليبلز اللي انا كنت بتكلم عليها اهي، ان انا بحط ليبل كده واي حاجة بنفس الاسم ده هو هيوصلها لي مع بعضها. انا هنا مثلا موضح ان ده المين كنترولر بالنسبة لي، تمام؟ هتلاقوا هنا بقى كل حاجة لوحدها، جزء الباور مثلا، ريجليتور 3.3، الاون اوف سويتش، نويز ريدكشن كاباسيتورز، لو هنا اليو ارت كونكتورز، اس بي اي سوكت، انالوج سوكت، وهكذا، يو اس بي تو تي ال، اي سكوير سي، تمام. وده جزء كنت ضفته بعد ما خلصت التصميم وكنت كسلت اعدله صراحه، يعني المفروض ان هو لسه هيتعدل. نروح كده للسكيماتيك، ده شكل اللاي اوت، ده شكل البورده، المفروض ان دي البورده الجيف اوي يعني، ان شاء الله ما نشوف مين سعيد الحظ. قلنا ان ده برضه ايه شكل البورده، انا كنت وريتها لكم المره اللي فاتت، تمام. انا بقول انا يعني الموضوع كله مجرد ان هو تنظيم ليس اكثر ولا اقل. ماشي، هو قال فعلا انا جيت سيرت، ماشي. طيب خلينا نبدا بقى السيشن بتاعنا، والكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت هنعيده تاني بس على حاجه جديده المره دي. هاجي هنا على بروجكت دي واعمل كرييت نيو بروجكت، تمام؟ عمل لي نيو بروجكت جديد اهو، هقول له مثلا ده سكند سيشن، تمام؟ هلاقيها طلعت فوق، هعمل تاني كليك يمين عليها واعمل نيو، بس المره دي هعمل ايه سكيماتيك، فتح لي السكيماتيك اهي. الناس لحد دلوقتي معايا؟ حد موقع ولا كله تمام؟ طب في حد عنده اي اسئله من السيشن اللي فات قبل ما نبدا؟ ايوه بس انا البرنامج بتاعي تقيل قوي مش بيشتغل، انا قعدت عليه ساعتين مش بيشتغل، وعماله مثلا اعمل امر موف او امر اللي هو لاين او كده مش بيشتغل برضه، ومش بيشتغل خالص وبيهنج، وخرجت كذا مره دخلت مفيش فايده. ايه اللي حصل تاني معلش؟ البرنامج بتاعي تقيل قوي ومش بيشتغل، ولما بضغط على اي حاجه مش بينفذ الامر بتاعها او كده، وقعدت كتير قوي عما مثلا حدثت المكتبات ولما جيت اشتغل عليها برضه مش شغال وبيقف ومش بيشتغل. طيب هي ممكن البرنامج تقيل على الجهاز مثلا،
الحل ايه؟ الحل ان في اصدار تاني زي ما قلت، في اصدار لو اقل من الاصدار احنا شغالين، يعني اصدار 9.6 ده اخر اصدار من البرنامج، في اصدار تاني اقل منه هتلاقوه مثلا 7.6 7.2 وهكذا. برضه يعني تقريبا نفس الواجهه ونفس كل حاجه، بس يعني الواجهه هتبقى اقدم شويه تمام، انما نفس الفيتشرز اللي بيقدمها هي هي وكل حاجه تمام. تمام حد يعني عنده؟ امسح النسخه القديمه دي وانزل نسخه ثانيه ولا ايه؟ مش من نفس الموقع بقى، يعني ممكن في اخر السيشن اقول لك مثلا على نسخه ثانيه غير النسخه اللي هي 9.6 دي، او نفتح تيم فيور اشوف لك المشكله في ايه. تمام تمام شكرا يا شيخ. شكرا. في حد تاني يا شباب عنده اي اسئله؟ اي اسئله قبل ما نبدا؟ الناس هنا ولا مش هنا ولا ايه؟ طب انتوا موجودين؟ تمام. انا بقول كده احنا لسه في اول السيشن يا شباب، عايز الناس تبقى فايقه كده. لا فوق يا ابني، انت اللي بتفوت. بص يا شباب، احمد دجماوي اللي بيسجل هو اللي مأخر الفيديوهات، فاللي يشوفه في الكليه ما تروحوش سليم تمام، يعني اي تأخير في رفع الفيديوهات ده مش من عندنا، تقصير من احمد دجماوي. ماشي هتنزل والله، بس انا منتظر اقابل حد فيهم واخد منهم الفيديوهات وارفعها لكم كلها. طيب نبدأ كده ان شاء الله على خير. الفيديو ده الفيديو ايه الدائرة الجديدة بتاعت النهاردة. اول حاجة انا زي ما قلت بقى هنيجي هنا نعمل اد بارت. خلاص بقى ركز معايا بقى، يعني ركز معايا سيشن عشان ما نشغلش الناس. نعمل اد بارت من هنا كده، تعمل لودينج شوية لان بتحمل لي كل اللايبرز اللي موجود عندي في البرنامج. بعد كده افتح لي كل اللايبرز اهي تمام، دي كل اللايبرز اللي في البرنامج. وقلت لو انت ما ظهرلكش لايبرز او محتاج تحدث اللايبرز، بتيجي من هنا بعمل اوبن لايبرري مانجر. الباشمهندسه اللي كانت بتسال على تحديث اللايبرري تاني، بعمل اوبن لايبرري مانجر من هنا اهو، وباجي على الافيلابل. دي مثلا الافيلابل اهو، اي لايبرري هتظهر لي بالخانه دي معناها ان هي مش موجوده عندي او محتاج يتعمل لها ابديت. هو هنا بيقول لي فيتشنج لايبراري ابديت، بيعمل فيتش دلوقتي الابديتس لو في حاجه محتاجه يتعمل لها ابديت او كده. في حاجة كمان إن شاء الله كل سيشن هنلاقي كده أفضل كذا تصميم وينزلوا على البيج ويتمنشن لأصحابهم في التصميم إن شاء الله، عشان برضه إيه تشجيع للناس، عشان ما يبقاش الناس تقول مثلا طب أنا بعمل التصميم بقى ليه أو بنزله على الجروب ليه. أنا بنزل يعني بخلي الناس تنزل التصميمات على الجروب عشان زمايلك يشوفوا التصميم فيتشجعوا إن هم يعملوا حاجة إيه أحسن. يعني هو الموضوع مش موضوع منافسة، الموضوع ان احنا نفضل يعني نوصل لحاجه كويسه، فاهمني؟ بس ده الهدف، ان انت تنزل على الجروب وان انت تشوفوا حتى الشغل اللي الناس بتعمله، وانت ممكن تشوف فكره جديده حد عاملها وهكذا. وليكن مثلا اللايبرز حملت عندي اهي، ودول محتاج يتعمل لهم ابديت. اروح جاي دلوقتي عامل سيلكت لدول كده واقول له اعمل لهم يوز تمام. هو بيقول لي داونلودنج، دخل على بعدها. فعشان وقت السيشن بقى الناس اللي ما اختارتش اصلا اللايبرز دي كلها ما تختارش اللايبرز دلوقتي، يعني ما تعملش سيلكت لللايبرز دلوقتي الا بعد السيشن،
انا قلت من امبارح الناس بعد السيشن سلكت اللايبرز واعمل لها ايه يوز. حد بيسأل على حاجه؟ تمام خلاص انا كده استخدمت اللايبرز اهي اللي كانت ناقصه عندي. باجي هنا في الان يوز المفروض بقى ايه دي كل اللايبرز اللي موجوده في البرنامج. هاجي اقفل دي هروح جاي اعمل لي ابديت هنا ان انا نزلت اللايبرز جديده. تمام كده اتعمل ابديت. وليكن مثلا احنا دلوقتي محتاجين نعمل ايه دايره باور ديستريبيوشن صح. دايره الباور ديستريبيوشن دي ما هي اللي عباره عن دايره بتاخد جهد وتطلع لي مجموعه جهود ثانيه. زي ايه؟ زي مثلا دايره تاخد 12 فولت تطلع لي 9 فولت وتطلع لي 12 فولت وتطلع لي 5 فولت وتطلع لي 3.3 من 10 فولت. تمام. طب ايه الفايده او ايه الميزه ان انا اطلع الجهود المختلفه دي؟ ممكن يبقى عندي مثلا مايكرو كنترولر شغال ب 5 فولت، ممكن يبقى عندي مايكرو كنترولر شغال ب 3.3 من 10 فولت، ممكن يبقى عندي مثلا حاجه محتاجه اعمل لها تيست شغاله ب 9 فولت او حاجه شغاله ب 12 فولت. تمام. فانت هيبقى عندك دايره بتطلع كل قيم الجهود المختلفه. فهاجي اول حاجه انا محتاجها ايه؟ انا عشان انزل الجهد من قيمه كبيره لقيمه قليله في عندي كام اوبشن؟ باك كونفرتر ماشي. ايه تاني؟ بس احنا مش هنستخدم باك كونفرتر هقول لك ليه دلوقتي. ايه تاني؟ ريجيليتور. جميل جدا. ايه تاني غير الريجيليتور؟ ترانسفورمر ماشي، بس ترانسفورمر في الاي سي مش في الدي سي. السؤال تاني لو انا عندي جهد دي سي 12 فولت ومحتاج اطلع منه كذا جهد بستخدم ايه عشان اقلل الجهد من قيمه كبيره لقيمه قليله؟ زينر دايود ممكن. ايه تاني؟ مقاومه متغيره ممكن برضو. شوبر نفس الباك كونفرتر ممكن. فولتج ديفايدر هي نفس المقاومات ممكن. الريجيليتر تمام. طيب هو اللي احنا هنستخدمه هو الريجيليتر. خلينا نمسك مثلا كل حاجه من الاقتراحات اللي الناس اقترحتها. طب افضل حل فيهم هو ايه؟ افضل حل هو الباك كونفرتر او الشوبر او الدوائر اللي هي بتقطع الجهد. ليه الشوبر او ليه الباك كونفرتر او ليه الدوائر اللي بتقطع الجهد دي؟ ببساطه لان انا لو داخل عندي 12 فولت وانا محتاج 5 فولت الباقي بيخرج على هيئه حراره. انما في دوائر الباك كونفرتر او الدي سي دي سي كونفرتر او الشوبر الدوائر دي بتعمل لي عمليه شوبنج للجهد او تقطيع. فانا مثلا محتاج 5 من ال 12 باخد الخمسه والباقي بيفضل زي ما هو، ما بيضيعش على هيئه حراره ولا باور ديسيبيشن ولا الكلام ده. تمام. عشان كده هي افضل حل. طيب ايه مشاكلها؟ مشاكلها انها لو انت هتعملها من A to Z فيها بروجرامنج وفيها كالكوليشنز، يعني ممكن نقول انها مش هتوصل في النهايه ان انت تطلع حاجه بيور 100%. هيكون برضو فيها ريبل وهيكون فيها نويز لان انت بتقطع الجهد، فالاشاره ما بتطلعش دي سي بيور زي ما انت بتبقى متخيل، وبقى فيها اندكتورز وكباستور، فيها اندكتور وفيها كباستور وفيها فري ويلنج دايت او تشوت دايت كمان. تمام. ده بالنسبه لدوائر الباك كونفرتر. وفي اي سهات للباك كونفرتر جاهزه ممكن تجيبوها تستخدموها على طول، بتفاجئ اصلا اللي هو بري بروجرام ده هتوصل بس معاه ايه اندكتور وكباستور وشوت دايت. ده بالنسبه لدوائر الشوبر او الباك كونفرتر او الدي سي دي سي كونفرتر. بالنسبه للزينر دايت هو نفس فكره الريجيليتر. يعني الريجيليتر اصلا من جوه هتلاقيه معتمد نفس يعني قائم على الزينر دايت. تمام. احنا بنتكلم دلوقتي في الريجيليتر ليه؟ الريجيليتر اكتر حاجه هتلاقيها في السوق بخلاف الزينر دايت. يعني انت ممكن تروح تجيب زينر دايت ما تلاقيش القيمه اللي انت محتاجها. تمام.
انما لو رحت قلت له عايز مثلا ريجليت قيمته كذا، هتلاقيها موجود، لان دي حاجه كومن او اللي هو كومنلي يوزد، اكتر الناس بتستخدمها وموجوده في كل الدوائر. تمام. الفولتج ديفايدر، الفولتج ديفايدر حل لكن مش احسن حل. ليه؟ لان انا الفولتج ديفايدر ده بيتعامل بايه؟ بمقاومتين مثلا، ده ابسط مثال للفولتج ديفايدر. فانا كون ان انا احط مقاومتين عشان اعمل فولتج ديفايدر واخد الجهد من عليهم، فانا في جهد او فولتج دروب بيروح، وفي باور ديسيبيشن على المقاومات دي، فده مش حل عملي. ولو انا عايز اسحب تيار كبير مش هقدر اسحبه بالفولتج ديفايدر، لان التيار لازم يمشي في المقاومات، فالمقاومات دي لو الباور بتاعها مش عالي مش هتقدر تتحمل معايا، وبالتالي هتتحرق. تمام. ممكن تعمل لي مشاكل كتير. ده بالنسبه للفولتج ديفايدر، هي نفسها فكره المقاومه المتغيره، لان المقاومه المتغيره عباره عن مقاومه وانا بتحرك بالمؤشر بتاعي على المقاومه دي، بحيث ان انا اقسمها لنصين واخد الجهد ايه بينهم، او مثلا الجزء اكبر من جزء واخد ايه على طرف متغير كده. انا الترانسفورمر قلت للاي سي بس. هتلاقي الترانسفورمرز بتبقى يعني شغلها معمول للكابلنج فقط، يعني مش بتشتغل في الدي سي عمليه كابلنج بس، مش انها تغير الجهد او كده. تمام. فاللي احنا هنستخدمه هو الفولتج ريجيليتورز. والفولتج ريجيليتورز في منها انواع كتير جدا. تمام. في منها النوع اللي احنا هنستخدمه النهارده ده هيبقى ثرو هول او تي اتش تي، وفي نوع تاني بيبقى اس ام دي. تمام. النوع اللي هو اس ام دي ده بيبقى لينير ديفرنشال اوتبوت، او اللي هو بيقول عليه ايه ال دي او او لو دروب اوت ريجيليتورز، يعني ما بيحصلش فولتج دروب عالي او ما بيحصلش هيت على الريجيليتور ده، او فرق الجهد ما بيبقاش فيه فرق جهد كبير ضايع بسبب الريجيليتورز دي، بخلاف اللي احنا هنستخدمها النهارده اللي هي الايه التي اتش تي. التي اتش تي دي باقي الجهد، يعني انا لو هاخد 5 لكن ما بيأثرليش على الاداء بتاع الدايره بتاعتي في حاجه. ان انا اللي يهمني ايه؟ اللي يهمني ان او 2 بتاع ده 3.3 فولت. تمام. ده اللي يهمني. طب ايه الفرق بين ان انا استخدم ريجليتور وبين ان انا استخدم باك كونفرتر؟ الحاجات دي بنتكلم الكترونكس، دي مش هتلاقوا حد بيقولها ببساطه. انت تستخدم باك كونفرتر، الباك كونفرتر بيديك رينج عالي من ناحيه التيار، يعني انت مثلا لو محتاج تيارات عاليه الباك كونفرتر هيبقى افضل حل بالنسبه لك، وهو افضل حل من ناحيه ان هو طبعا مش هيضيع لك، مش هيبقى فيه باور لوسز في الدايره. والحاجه الثانيه زي ما قلت ان انت ايه بتاخد تيار عالي اقصى ما يمكن، يعني زي ما انت عاوز هتقدر تاخد، بس برضه في الاول وفي الاخر ان الاي سي اللي انت مستخدمه يقدر يسبلاي معاك لحد القيمه اللي انت ايه محتاجها. طيب خلينا نسمع الريجليتور من اللي احنا هنستخدمه النهارده دول، مش هتلاقيه اقصى حاجه اقصى حاجه بيقدر يسبلاي 1 امبير. يعني الريجليتور الواحد مثلا اللي هو 78.05 او 78.09 او 78.12 او 78.15، ده اقصى حاجه يقدر يديها لك 1 امبير. بعد كده بيحصل حاجه اسمها ثيرمال شات داون. ثيرمال شات داون ده يعني لو انت حاولت تسحب تيار كبير من الريجليتور ده هيسخن، وهتلاقيه عمل شات داون ورجع تاني، يعني هو مش هيتحرق، وهيسخن ويعمل شات داون ان هو هيفصل ويرجع تاني، يفصل ويرجع تاني، فتلاقي الدايره عماله تقيد وتفصل تقيد وتفصل، معناها ان في لود بيخلي الريجليتورز اللي عندك تعمل ايه شات داون. طيب انا دلوقتي عشان اجي انزل ريجليتورز هلاقي الريجليتورز فين؟ اللي هو انا كده في اي مكان فتحت اللايبريز بتاعتي اهو. تمام. هقفل تاني عشان الناس تبقى معايا. هاجي افتح كده اد بارت، واجي في اي مكان تحت كلمه نيم واضغط مثلا على اي لايبرري واكتب واضغط على حرف الفي، هلاقيه نزلني على اول حاجه اسمها ايه في ريج، وهنا في الديسكريبشن بتاعها كاتب لي فولتج ريجليتور. تمام. ده بالنسبه للفولتج ريجليتورز. هاجي افتح دي كده
هلاقيه هنا بيقول لي بقى من اول ما انا نازل كده زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، عندي السيمبل ده اللي بيبقى في الاسكيماتيك وده اللي بيبقى في اللي اوت. هل ده شكل ال 78 05 او 78 09؟ لا، ده شكله شكل ترانزستور، يبقى ده مش هينفع معايا. اشوف اللي بعده، هل ده الشكل اللي انا محتاجه؟ اه، هو ده شكل قريب من اللي انا محتاجه، لكن عمليا مش هو نفس المقاس. لان لو انت جيت تشوف ده، ادي مثلا الفتحات التثبيت اهي مظبوطه، حتى كاتب لك هنا الانبوت وده نيجاتيف، يعني ده الجراوند وده الاول اللي هو الاوت. لكن عشان تيجي تشوف ده شكله على البورد هيبقى ايه، في فتحه هنا اهي، معناها ان دي فتحه التثبيت اللي بتبقى في الريجليتور. معنى كده ان انت لو هتستخدم الشكل ده، ان الريجليتور هيبقى متثبت على ظهره على البورد، وهيبقى مستهلك المساحه دي كلها. لو انا مش محتاج استهلك المساحه دي كلها، انا محتاجه يبقى واقف، يعني هنا كده يبقى فيه الشكل بتاعه بس من فوق لما ابص عليه من فوق. هنزل اشوف اللي بعده، في ده بس هنا ده جايب لي كده بيقول لي ان الريجليتور ده بيبقى نوع من الريجليتورز في شطفه كده هنا. هل ده اللي هتلاقيه في السوق؟ لا، مش ده اللي موجود في السوق. هنزل على تحت، هل ده شكل اللي انا مستخدمه؟ ادي شكل نفس الكلام، مش هو برضه ده نفس اللي احنا كنا بنقول عليه، التثبيت بتاعه هيبقى متثبت على ظهر 78 اكس. اه، ده الشكل بقى اللي انت هتلاقيه من فوق لما تبص له. بنحدد الشكل اللي احنا عاوزينه بناء عليه، بناء على المكون اللي انا هشتريه، المكون اللي انا جايبه من السوق. يعني انا دلوقتي جبت المكونات اللي هستخدمها في البورد، حلو، جبت المكونات وابدا عايز اصمم البورد بتاعتي بقى. شكل المكون ده لما هبص عليه من فوق هيبقى شكله ايه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، المكون اللي انا جايبه ده بيبقى حاجه من اتنين، هل هو تي اتش تي ولا هل هو اس ام دي؟ قلت لو هو اس ام دي، بدل ما هيبقى ظاهر لي هنا البدات باللون الاخضر، تبقى البدات لونها ايه؟ احمر، معناها ان هي هتتثبت على التوب لاير او اللاير اللي هي في السطح. اما لو هو باللون الاخضر ده، معناها ان دي باده، الباده دي المسافه او الفورم اللي موجود في النص ده، ده بيبقى معمول ثقب بحيث ان انا اثبت فيه ايه؟ الريجليتور ده او ايا كان المكون، سواء مقاومه او سويتش وما الى ذلك. فانت دلوقتي عرفت لو انت محتاج الريجليتور هتلاقيه موجود فين؟ في اللايبراري اسمها في ريج، و 78 اكس 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 اس ده ستاندرد لكل فئه ال 78، يعني 78 05 78 09 78 12 78 15 78 6، اي قيمه بقى لل 78 هتلاقي ايه؟ 78 اكس اكس اس ده اللي هو ايه؟ الستاندرد بتاعه. يبقى انت لما تيجي، هل كل مره محتاج تعمل تصميم هتقعد تلف تاني على المكونات، ولا خلاص انت عارف بقى ان هو في فيريج اللايبراري اللي اسمها فيريج دي، تمام؟ وبالاسم ده اللي هو 78 اكس اكس اس، هقول له تمام انا محتاج ده، هقول له اوكي، اعمل زوم كده بالبكره بتاعت الماوس، محتاج اول واحد عشان يحول لي مثلا الدخل ال 12 يخرج لي هنا كام؟ 9 فولت مثلا، تمام؟ بعد ما خرج لي ال 9 فولت دول محتاج ايه تاني؟ محتاج الخرج ال 9 فولت ده يدخل على ريجيليتور تاني 78 مثلا 05 يخرج لي ايه؟ 5 فولت. طيب بعد ما خرجت ال 5 فولت محتاج ريجيليتور ثالث يخرج لي، ياخد ال 5 فولت اللي دخلوا دولت يخرج لي ايه؟ 3.3 من 10 فولت. لحد دلوقتي كده في مشكله؟ يبقى انا نزلت 3 ريجيليتور من نفس فئه الايه؟ ال 78. هاجي هنا اعمل اد بارت، او جاك اللي هو بيركب اللي زي ما زي الجاك اللي بيكون موجود في الراوتر من ورا مثلا، تمام، اللي بتوصل بيه الكهرباء. لو انت جيت هنا كده وكتبت حرف الجي، مش هتلاقي اي حاجه اسمها جاك. فهتيجي هنا في الديسكريبشن وتضغط على اي حاجه في الديسكريبشن، ولو ضغطت حرف الجي اهو نقلني الحاجه اللايبراري اسمها ايه؟ الديسكريبشن بتاعها فيه كلمه جاكس، وهنا موجوده في الكونكتور وفي ايه؟ الفئه الايه؟ الجاكات. افتح كده اللايبراري دي هلاقي بيقول لي ده شكل الكونكتور وده
شكل تاني وبرده ده شكلين تانيين هما نفس الشكلين تمام. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين يختلف في حاجه واحده بس، ان الطرف اللي جوه ده اللي هو بيتثبت فيه كشكل يعني ده هيبقى شكله بس هيبقى مختلف في اللي اوت، انما البدات هي نفس الابعاد ونفس كل حاجه. فانا هختار مثلا اي واحد منهم وليكن مثلا هختار ده تمام واقول له اوكي. ادي نزلت الجاك اللي انا هوصل فيه الايه الاطراف اللي هي بتاعت الايه الادابتور اللي معايا مثلا. طيب محتاج ايه تاني؟ ازاي جاك تاني؟ قلت انا ممكن اجي من الكونكت اكتب con/jack تمام اللي هي هنا اهي، او هاجي في الديسكريبشن واضغط على اي كلمه تحتها واكتب حرف واضغط على حرف الجي هلاقيه وداني على الديسكريبشن لايبرري اسمها جاك تمام اهي. اتحرك كده تاني يمين او شمال اهي لايبرري اسمها كونكت جاك، هتلاقي تحتها اربع مكونات. قلنا احنا اخترنا السب لايبرري اللي موجوده هنا واخترنا اي واحد فيهم تمام. انا مثلا اخترت ده اللي هو البلاج 1 ده جاك بلاج 1. حتى انا قلت في السيرش انت ممكن تيجي تعمل كده جاك تمام، ده لو عايز تكتب سيرش بنفس الاسم بلاج 1 مع ان انا كاتب سمول ممكن ما يجيبهاش اصلا، بس قلت لازم الدبل استريك لو انت عملت سيرش من غير ما تكتب النجمتين دولت مش هيجيبها لك تاكيد تاني. يعني لو انا شلت النجمتين دول وعملت سيرش البرنامج ممكن ما يعرفش يوصل لللايبراري دي تمام، لان كون ان انا اكتب له الدبل استريك دول معناها ان انا بقول له اي حاجه تحتوي على الكلمه اللي في النص دي اللي هي جاك بلاج 1 هتهالي ايا كان بقى، كان قبلها اكس بعدها واي قبلها زد بعدها اكس هيجيبها لك تمام. حتى هو هنا جابها لي اهو بنفس الاسم واستبعد اي حاجه ثانيه مش بنفس الاسم ده او ما بتحتويش على الاسم. طيب عايز ارجع اللايبرري السنه زي ما كانت همسح اللي انا كاتبه واضغط انتر هيعمل لود لللايبرري السنه كلها. طيب في ايه تاني محتاج بقى؟ اخد الخارج ده على اطراف. انا دلوقتي حطيت مدخل للباور محتاج احط مثلا سويتش يعمل اون اوف. طيب السويتش ده على ايه فين الحاجات دي؟ انا بقول لك يعني انا من كتر ما اشتغلت على البرنامج فانا عارف اللايبرريز اللي انا بقول لك عليها، انا عرفت ان انا لما احتاج الحاجه الفلانيه هلاقيها في اللايبرري دي تمام. فاللي هو ايه انت نفس الكلام من كتر ما هتشتغل ومن كتر ما تطبق على البرنامج خلاص هتبقى عارف المقاومه لما تحتاجها زي ما قلت لك هتلاقيها في السبارك فان ريزيستور. السويتش هتلاقيه مثلا في لايبرري اسمها سويتش، المكثف مثلا هتلاقيه في لايبرري اسمها سبارك فان كاباستور وهكذا، البين هيدر هتلاقيه في لايبرري اسمها بين هيدر او بين هيد، الروزيتات هتلاقيها في لايبرري مثلا اسمها كونكت بي تي ار وهكذا. ده برضو ايه الريجليتورز هتلاقيها في حاجه اسمها في ريج لايبرري تمام. فانا دلوقتي هنزل هضغط حرف الاس كده افضل اضغط حرف الاس لحد ما ينزلني الايه للسويتشز، او ان انا هنزل بالماوس على طول هلاقي عندي كذا لايبرري باسم سويتش تمام. انا هاجي هنا على سويتش ام اي اس سي تمام، ام اي اس سي ودي موجوده عند كل الناس لان دي تبع ايه تيجي البي سي بي. السويتش اللي انا هختاره هو سويتش ستة طرف لان فيه مدخل واحد وبيخرج لي مخرجين نورمالي اوبن والنورمالي كلوز، اسمه بي في اي 2 ار، تاني اسمه بي في اي 2 ار اهو تمام. كل الناس كده معايا؟ يعني انا رحت على اللايبرري اسمها سويتش ام اي اس سي اكتب لكم اهو تمام، وبعد كده اخترت السويتش اللي اسمه بي في اي 2 ار
تمام، ظهر لي بالشكل اللي قدامي ده. سويتش اهو ليه 6 اطراف، وكاتب لي ادي مدخلين الباور اللي هم 2 و5، وفي مخرجين، مخرج نورمال كلوز يعني متوصل على طول بالانبوت، ومخرج مش متوصل بالانبوت. وهنا نفس الكلام، مخرج متوصل بالانبوت الثاني ومخرج مش متوصل. وبيقول لي ان انت لما تعمل بريس على الزرار اللي هنا ده كده هيوصل لي النقطه النورمالي كلوزد دي بالنورمال اوبن، يعني هينقل لي الكهرباء بدل ما هي كانت ماشيه هنا تنزل على المسار اللي تحت. ليه هنستخدم 6 طرف ثاني؟ انا قلت هستخدم السويتش 6 طرف ده عشان اعمل بي اون اوف. انا ممكن استخدم اي سويتش طرفين، بس انا عايز ده ليه؟ عشان اعمل سويتش انا عايز افصل الجراوند وطرف الباور، ما بقاش فاصل طرف واحد بس. تمام، يبقى ده انا مستخدمه تاني عشان افصل بيه الباور، اعمل بيه اون اوف، في نفس الوقت افصل طرف الجراوند وطرف الباور مع بعض في نفس الوقت. تمام، بسويتش واحد. فانا رحت على لايبراري اسمها سويتش ام اي سي، سويتش اسمه بي في اي 2 ار، اقول اوكي. زي ما اتفقنا بعمل روتيت ازاي؟ كليك يمين بالماوس اعمل روتيت زي ما انا عايز. انا مثلا هخلي السويتش بالشكل ده. تمام، لسه السويتش موجود معايا تاني اهو، لو عايز انزل منه كمان نسخه هنزل، بس خلاص انا مش عاوز تاني. اسمه التجاري ايه؟ انت لما تروح تشتريه اسمه سويتش 6 طرف ازرق، يعني حتى هم عارفينه كده، هو ملوش اسم، انت لو حتى حاولت تساله على اسمه هو ما يعرفش اسمه ايه. فاهمني؟ سويتش 6 طرف ازرق. هوري لك شكله برضه، هوري لك شكله عشان تبقى عارفه لما تروح تشتريه. وممكن تجيبه تلاقي الاطراف معكوسه، يعني انت ممكن تجيب السويتش تلاقي النورمال كلوزد متبدل مع النورمال اوبن. كل اللي هتلاقيه معكوس هتلاقي حاله السويتش معكوس، يعني السويتش لو مش مضغوط هتلاقي الدايره شغاله، لما يضغط الدايره هتفصل، وده مش هيعمل لك مشكله في حاجه. انت هتعكس، بدل ما بتتعامل معاه لما بتضغط الدايره تشتغل ولما تشيل ايدك تفصل، هتعمل العكس، وهو مش مضغوط هيبقى موصل، ولما يضغط مش هيبقى موصل. تمام، عشان هتلاقي في منه نوعين، النورمال اوبن والنورمال كلوز متبدلين مع بعض. تمام يا شباب، طب تاني يعني خليك معايا يا باشمهندس. تاني اد بارت اللايبرري اسمها سويتش ام اي اس سي. اهم حاجه ما تكونيش بتعملي سيرش، لو انت بتعملي سيرش من حقك ما تلاقيش، يعني المفروض ان انت ما تكتبيش اي حاجه في السيرش هنا. السيرش ده فضيه خالص كده واضغطي انتر الاول، اهم حاجه دي، اهم خطوه عشان يعمل لك لود لللايبرريز اللي موجوده كلها. بعد كده بقى دوري في اللايبرري سي سويتش ام اي اس سي. تمام، اهو تحتها بختار بي في اي 2 ار كده، انا اخترت الايه سويتش اللي انا محتاجه. تمام ولا لسه في مشكله؟ لا ماشي، هو تمام، بس هو كده هياخد وقت طويل قوي يعني، على بال ما انا اللي اقعد ادور عليها بعناية. اه لا خلاص لقيتها، يعني ماشي كده اشتغل ماشي. يعني تمام خلاص تمام اه طيب. هي بس انا بقول زي ما قلت لكم يا شباب، الموضوع في البدايه هيبقى بالنسبه لكم انت هتحس الموضوع تقيل ومرهق ومقرف. لا، هو انت بس مجرد ما ايدك تاخد على الحاجه، اي حاجه في بدايتها بتبقى صعبه. انا زي ما بقول لكم، انت لو قعدت تقرا 100 سنه عن السواقه مش هتعرف تسوق لحد ما ترمي نفسك وتبدا تشتغل بايدك. تمام، ده اللي احنا بنعمله دلوقتي، بنحاول نطبق كل حاجه وواحده واحده. لو في حد موقع في حاجه يسال عادي، مفيش مشكله، ممكن نعيد الحاجه مره واثنين وثلاثه. تمام، دي حاجه ما حدش هيحاسبك عليها. فهنا انا موجود عشان اشرح لك حاجه، وانت موجود عشان لو في حاجه انا شرحتها غلط تعدل لي عليها، مفيش مشكله، او في حاجه انت مش فاهمها نعيدها تاني. تمام، يبقى انا جيت على سويتش ام اي سي واخترت البي في اي 2 ار وعملت له اوكي ونزلت واحد. طيب محتاج ايه تاني؟ محتاج بقى الاطراف اللي انا هاخد من عليها الباور، الباور اللي هيبقى خارج ده حاجه. الحاجه الثانيه محتاج ليد عشان توضح لي طرف ال 5 فولت ان في باور مثلا متوصل على 5 فولت مع مقاومه، ومحتاج مقاومه ثانيه مع ليد عشان توضح لي ان في باور متوصل على ايه ال 9 فولت، ومقاومه مع ليد عشان توضح لي ان في باور واصل على الايه
ال 12 فولت، ومقاومة تانية مع ليد عشان توضح لي ان في ايه باور واصل على ال 3.3 فولت. يبقى انا هاجي هنا كده على سبارك فان ريزيستور، ادي اللايبرز الخاصة بسبارك فان كلها اهي، ودي مش هتبقى ظاهرة عندك لو انت مش محدث اللايبرز، عشان الناس اللي هتقول لي مش موجود ممكن تيجي تختار حاجة موجودة عند الناس كلها. اهو اروح على اللايبرري اللي اسمها ار سي ال، بس انا مش عايز اختار من ار سي ال عشان الناس هتتوه. على ار سي ال فيها لايبرز كتير، اجي اختار حرف الار، تمام، واجي على الريزيستور سواء اليوروبيان ستاندرد او اللي هو اليو اس، تمام. في اشكال بقى مختلفه، كل ما بتحرك كده الاقي ده شكل، ده ما ينفعش طبعا ابعاد المقاومه خالص، شكل تاني ممكن بس بين ابعاد المقاومه ضيق قوي، شكل تالت ده مقبول شويه، شكل رابع، خامس، شكل سادس ده ممكن، تمام، شكل سابع يعني حتى لو ابعاد، لو الابعاد بعيده شويه مقبوله، لان انا كده كده بجيب المقاومه اطرافها كلها مفروض اصلا، انما لو الابعاد ضيقه مش هقدر يعني خلاص انا مش هقدر اصغر المقاومه، انما ممكن افرد اطراف المقاومه. فاحنا مثلا هنختار الشكل الكبير ده بحيث ده يبقى موجود عند الناس كلها. تاني ده الشكل اهو موجود في الار سي ال، اخترت اللايبرري اللي موجود عند الناس كلها، تمام، واخترت اليوروبيان ستاندرد ار اي يو، واخترت منها اللي هو سلاش 10 ان ار اي يو 0207 سلاش 10، تمام، دي المقاومه اللي احنا اخترناها، وهقول له اوكي. ده بسبب النت يعني، الصوت بيقطع ويزوم بيخرج ويدخل، ده بسبب النت كده، النت مش ستيبل عندي، تمام. فانا يا شباب تاني ار سي ال اخترت المقاومه من هنا اهو الار اي يو دي، واخترت الار اي يو 0207 سلاش 10، هقول له اوكي. هاجي هنا كده انا محتاج واحده علشان ال 12 فولت، وواحده تانية علشان ال 9 فولت، وواحده علشان 5 فولت، وواحده علشان ايه ال 3.3 فولت، تمام كده. باقي لي ايه؟ باقي لي الليد. هاجي من هنا نفس الكلام في اللايبرري اسمها ال اي دي، هكتب حرف ال L اهي، لايبرري اسمها ال اي دي، اللي اسمه في جواها سب لايبرري تانيه اسمها ال اي دي، وقلنا احنا بنختار السب لايبرري دي لان هلاقيه كاتب لي مقاس الليد هل هي 3 مللي ولا 5 مللي. دخلت السب لايبرري دي اهو، تلاقي في ليد 3 مللي وليد 5 مللي، تمام. خلينا نستخدم، احنا استخدمنا المره اللي فاتت 3، خلينا نستخدم المره دي ايه 5 مللي، وهنا جايب لي 3 دي موديل بتاعها اهو، اقول له اوكي. ممكن الف الليد واوصلها على طول، تمام، وادي كمان واحده التانيه الثالثه الرابعه، حاضر الليد تاني. باجي من الاد بارت، تمام، في لايبرري اسمها ليد اهي كلها سمول، تمام، بفتح اللايبرري اللي اسمها ليد دي، هلاقي جواها لايبرري تانية اسمها ليد او سب لايبرري اسمها ليد، تمام، بختار منها المقاس الخمسة مللي، مكتوب ال اي دي 5 مللي متر. واخترت عملت اوكي. ليه بنحط الليد؟ عشان نعمل انديكيشن ان الباور واصل. يعني دلوقتي انا حاطط كام ليد؟ حاطط 4 ليدات، قلنا ان دي هتديني انديكيشن ان 12 فولت متوصل، ودي هتديني انديكيشن ان في 9 فولت خرجوا من الريجليتور، ودي هتديني انديكيشن ان في 5 فولت خرجوا من الريجليتور بتاع ال 5 فولت، ودي انديكيشن لل 3.3 اللي خارجين. بحيث انا الانديكيشن ده بقى محطوط ليه؟ عشان يعرفني ان في جهد او ما فيش. او لو مثلا ال 3.3 الليد بتاعته ما نورتش هعرف ان الجزء ده فيه مشكله، تمام.
ما خدناش ليه 3 مللي؟ احنا قلنا امبارح خدنا ال 3 مللي ممكن نغير تاني شكل الليد. انا قلت تاني يا شباب شكل الليد، باجي هنا اهو لايبرري اسمها ليد كلها سمول، في جواها سب لايبرري اسمها ليد تاني بس المره دي كلها كابيتال، في ليد جنبها مكتوب اسمها مكتوب ال اي دي 3 ام ام يعني 3 مللي متر، وليد تانية مكتوب ال اي دي 5 مللي متر. تمام اهو، انا قلت المره دي احنا امبارح خدنا ال 3 مللي، المره دي هنختار ايه ال 5 مللي كنوع من انواع التغيير، والاثنين موجودين في السوق. يعني انت لو رحت قلت له عايز 3 مللي هتلاقيها موجوده وسعرها ربع جنيه تقريبا، لو قلت له عايز ليد 5 مللي هتلاقيها برضه سعرها ربع جنيه، لو عايزها ليزر بقى اضاءه بتاعتها اقوى هتلاقي سعرها 50 قرش وهكذا. تمام، فانا دلوقتي تاني ليد وليد تاني واخترت ال 5 مللي متر منها ونزلت منها ايه اربعه هم، وانا عشان حطيتهم على طول جنب المقاومات فهم نازلين متوصلين معاها. يعني لو جيت اعمل موف تاني كده اهو الاقي ايه في نت بقت متوصله مع الليد ده. تمام، طيب باقي لي ايه تاني؟ اطراف البار بقى دي اللي هتطلع، يعني هيطلع لي من هنا 12 فولت و5 و9 و3 و3 هيطلعوا يروحوا فين؟ محتاج احط مثلا روزيتا او احط روزيتا لكل طرف، او ان انا احط ايه؟ احط روزيتا او ان انا احط ايه اللي احنا استخدمناه امبارح كان اسمه بين هيدر. يعني ممكن اجي من هنا كده اروح على لايبرري اسمها بين هيد. تمام اهي بين هيد بس مش بين هيدر كامله. تمام، لو انتوا جيتوا تقراوا هنا في الديسكريبشن بتاعها تلاقي مكتوب بين هيدر كونكتور، الناس كلها وصلت للبين هيد لايبرري دي. افتحها كده هلاقي فيها من اول نقطه واحده، تمام، وده الشكل بتاعها 3 دي لحد 2 في 30 يعني صفين في 30 نقطه. احنا محتاجينها صف واحد في نقطتين مثلا، تمام، وده الشكل بتاعها في 3 دي او الشكل ده اللي هو ال 90. تمام، ده اللي هو البين هيدر. ممكن حد تاني يكون يقول لا انا مش عاوز انزل البين هيدر محتاج اجيب روزيتا، اقول له مفيش مشكله براحتك، يعني خلينا ننزل كده الاول بين هيدر. تمام، وهاجي مثلا على البين هيدر انا بدل ما اختار صف واحد اثنين اثنين اهي من اول اثنين في اثنين بقى خليها مثلا ايه اثنين في اربعة، بحيث انا مثلا لو هوصل خمسة جاك كونكتور ده تاني البين هيد. ماشي، مفيش مشكله. مش انا دلوقتي انا عندي لو معايا دكتور بيطلع 12 فولت وانا محتاج اخد جهد مختلف، قلت هستخدم ايه؟ ريجليتورز، هستخدم كذا ريجليتور. طب انا حطيت الريجليتورز دي في الدايره، الاطراف الباور بقى اللي هتبقى خارجه هاخدها من على ايه؟ وصلت؟ يعني ده ما هو الا كونكتور عشان اخد منه الباور او اقدر اوصل من عليه الباور. تمام؟ باشمهندسه نوره بقى بصي تاني، اخترت من هنا اللايبرز هو جيفت بين هيد. تمام؟ جواها عندي هلاقي كل نقطه هنا واحد اكس واحد معناها ان ده صف واحد وعمود واحد، هنزل انا محتاج حاجه تكون صفين او عمودين في اربع ايه؟ صفوف. اخترت انا اللي هو البين هيد 2.4 او 2x4. تمام، اخترت اول واحده منها ونزلت منها اربعه.
تمام كده؟ تمام. ده إيه لي إيه؟ قلت الكونكتور ده انا عشان اوصله، يعني انا ممكن بعد ما انزل الكونكتور ده ما الاقيش مثلا ايه ادابتر، وليكن معايا باور سبلاي بيطلع 12 فولت ومحتاج اخد الجهود دي، والباور سبلاي بيديني طرفين، مش هعرف اوصله على الادابتر ده. ننزل برضو روزيت احتياطي، تمام؟ الروزيتا دي الاقيها في الكونكت بي تي ار او سي او ان بي تي ار. تاني هنا دي اهي من اول اللي هنا كده، ده كله كونكت 3 ام كونكت، يعني هتلاقوا هنا الديسكريبشن بتاع كل اللايبرري. احنا هننزل كونكت بي تي ار 500 اهي، بي تي ار 500 اهي، تمام؟ وافتح اللايبرري دي، بنعمل بين هيد لكل جوه ولا واحد لكلهم، يعني مثلا واحدة للخمسة فولت وواحد للثلاثة وثلاثة وكده. قلنا بقى ننزل واحد، يعني كل واحد فيهم هيبقى صفين في أربع أعمدة، بحيث إن أنا هوصل على صف من الصفين دولت خمسة فولت مثلا، والصف التاني جراوند، وبين هيدر تاني يتوصل على صف تسعة فولت والصف التاني جراوند، وبين هيدر تالت يتوصل على صف 12 فولت والصف التالت جراوند، وهكذا. وصلت الفكرة؟ تاني اسم اللايبرري في الشات اهي يا شباب، كونكت بي تي ار 500. هاجي كده لو انا رحت على اول واحدة اللي هي اي كي 300 على 2 دي، هلاقي ده شكل روزيت. اي كي 300 على 3 ده شكل روزيت تاني، وهكذا. كل ما تنزل هتلاقي ايه عدد بنات اكتر، بس خلي بالك انت هنا في اي كي 300 وفي اي كي 500، تمام؟ في 500 بس على 3 وفي 500 على 3 اتش تاني، في 500 بس، في 500 على 3 ايه اتش، تمام؟ احنا لما نيجي نستخدم هنستخدم انهي واحده؟ هنستخدم ال 500 على رقم اتش تاني. الفرق بين الاثنين ادي 500 على 3 ده شكل الروزيتا بس، 500 على 3 اتش او 500 على 2 اتش ده شكلها عندي، ادي الروزيتا بتاعتي، تمام؟ وفي مسافه زياده هنا. تمام الناس معانا ولا حد وقع؟ تمام. انا هنا كده هاجي اختار 500 على 2 اتش، تمام؟ واقول له اوكي. مفيش 500 على 3 اتش، انا مش عايز 500 على 3 اتش، بس هو في 500 على في اي كي 500 على 3 اتش، في عادي وفي اتش، تمام؟ انا قلت ان دلوقتي اللي احنا هنختاره اي كي 500 على 2 بس اتش، يعني 500 اي كي 500 على 2 سلاش اتش، تمام يا شباب؟ اي كي 500 على 2 طيب اخترت الكونكتور بتاعي اهو، اقول له اوكي، واجي هنا نزلت الايه الكونكتور. خلاص كده ولا بقى حاجه تاني؟ بقى حاجه كمان، بقى حاجه كمان مهمه. ايه هي؟ الكونكتور ده مش ممكن يحصل فيه مشكله، يعني مش ممكن تجيب ادابتر تلاقي الادابتر مثلا
بدل ما الطرف بتاع الخمسة متوصل عليه نيجاتيف والطرف بتاع الجراوند متوصل عليه ايه بوزيتيف، يعني هو ستاندر صحيح. لكن هنا في الروزيتا انت ممكن وانت بتوصل توصل غلط، توصل الجراوند مكان البوزيتيف والبوزيتيف مكان الجراوند. طب لو ده حصل كل اللي هنا ده بخ، يعني كل اللي هنا ده هيطيب هيتحرق، اي حاجه هنا اتعكس على القطبيه هتتحرق. طب انا عشان اعمل حمايه هعمل ايه؟ قدامي حاجه من اتنين، اما ان انا احط هنا حاجه توحد الاطراف، سواء انا وصلت موجب مكان سالب او سالب مكان موجب، دايره تشتغل تمام، او ان انا احط حاجه تحمي لي الدايره لو انا عكس القطبيه ما تشتغلش، الدايره ما تشتغلش خالص. دايود ماشي، مصطفى بيقول دايود. يبقى انا دلوقتي عشان الاوبشن اللي انا بقول عليه ممكن انزل دايود واوصله كده معكوس مع الايه مع طرف الباور، يعني لو جيت كده هنا وجيت كتبت حرف الدي تمام، وفضلت اضغط دي كده هينزلني لحد لايبراري اسمها دايود تمام. هفتح اللايبراري دي، هتلاقوا النوعين اللي هتلاقوا منتشرين قوي في السوق وسعر الدايت مثلا ربع جنيه ولا حاجه، هو الواحد ان 4004 او الواحد ان 4007، وفي كلا الحالات هو نفس اللي اوت مش هنختلف كتير تمام. ده شكل الدايت اهو في الاسكيماتيك، وده الشكل بتاعه في اللي اوت. وهقول له اوكي، هاجي كده اعمل روتيت للدايت، واقول له انا هبقى موصل مثلا الدايت بالشكل ده. اول ما هقرب من هنا لو انا ضغط كده بقى كونكت، يعني كده بقى متوصل ايه فين اطراف الروزيتا دي. لو انا ممكن اجي اسحب كده مو اهو بقى متوصلين. طيب لو انا جيت هنا دلوقتي وصلت 12 فولت وهنا وصلت جراوند، هل القطبيه معكوسه؟ لا، هيشتغل عادي خالص، لان بالنسبه للدايود هو دلوقتي انا موصل عليه جهد بالسالب، يعني مش بالسالب بقى يعني الدايت ذات نفسه عشان يوصل او يبقى شورت سيركت لازم امدي له هنا بوزيتيف وهنا ايه نيجاتيف او جراوند. طيب انا دلوقتي مدي له هنا بوزيتيف ومدي له هنا جراوند، ده هيبقى اوبن لوب، يعني اكنه مش موصل وهيمرر لي الجهد للدايره. طيب لو انا جيت عكست حطيت هنا البوزيتيف وهنا الجراوند، المفروض لو دخل على الدايره هيحرقها، بس ده كده بقى ايه بقى شورت سيركت، فهيروح جاي ممرر لي الجهد للدايره تاني بره، ياخد كده الجهد يطلعه تاني للدايره بره ويحمي لي الدايره اللي بعد الايه الدايت تمام يا شباب. تمام ولا ايه؟ تمام. طيب الحل الثاني، الحل الثاني لو انا عايز اوصل الدايره سواء موجب مكان سالب او سالب مكان موجب تشتغل بريدج. جميل جدا. البريدج ده هو عباره عن اربعه دايت، يعني انا كده لو انا جيت عملت لده ديليت كده وجيت رحت جاي اعمل نسخه كده من ده تاني ونسخه من ده وجيت انا هنا كده وصلت دول وجيت وصلت دول وجيت وصلت طرف باور هنا والطرف الثاني كده، اللي هيحصل لو انا وصلت بوزيتيف هنا هيحصل له ايه؟ هيمر من الدايود ده كده ويطلع لي من هنا، يبقى ده الطرف البوزيتيف. طيب والنيجاتيف لو انا جيت وصلت النيجاتيف هنا خلاص هيطلع لي من الطرف اللي هو فين بقى؟ اللي هو هنا تمام، يبقى ده كده هيطلع لي الطرف ايه النيجاتيف. طيب لو انا جيت عملت العكس وصلت البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا، البوزيتيف هيجي يمشي في الدايود ده ويطلع لي من هنا، يبقى ده البوزيتيف، والنيجاتيف هيبقى متطبق على الايه الدايود اللي موجود تحت ده
فيطلع لي هنا ايه النيجاتيف او الجراوند. تمام يا شباب؟ يبقى دي عمليه ايه؟ ان انا اعمل اخلي الجهد بتاعي سواء وصلت موجب مكان سالب او سالب مكان موجب ان هو شغل الدايره. لكن دي مش عمليه. مش عمليه ليه؟ لان انا ككوست مكلفه. تاني حاجه انا بيحصل باور ديسيبيشن على الاربعه دايتز اللي موجودين هنا دول، بس بيبدلوا بقى مع بعض. يعني ده لما يبقى شغال بوزيتيف وده نيجاتيف في باور ديسيبيشن بيحصل على الاثنين، ده هياخد 7 من 10 فولت وده يبقى واخد مثلا 7 من 10 فولت، ولما يتبدلوا ده هياخد 7 من 10 وده هياخد 7 من 10 وهكذا. يبقى في واحد 4 من 10 فولت هيبقوا ضايعين مني من غير ما ايه استفيد منه. فافضل حل ان انا ايه ابقى مستخدم دايود واحد حمايه، بحيث لو اليوزر عكس القطبيه الدايره ما تشتغلش. تمام؟ زي كده. نبدا بقى ننزل، عايزين نوصل بقى الدايره بتاعتنا. وانا دلوقتي نزلت ادي 1 2 3 ريجليترز كونكتور السويتش. تمام؟ المقاومات مع الليدات، ودول الكونكتورز بتوعي. الاول قبل ما ابدا اوصل انا عايز اسمي كل حاجه من دول عشان ابقى عارف. هاجي كده ادي نيم، وليكن ده مثلا هسميه ايه؟ دي سي جاك مثلا. لا مش لاك، جاك. تمام؟ وهسمي دي باور. تمام؟ هسمي مثلا السويتش ده هقول له اون اوف. تاني اخترت امر النيم نيم من هنا، نيم اهو، ولازم اضغط على الكروس اللي موجوده جوه كل اسم او كل مكون الكتروني. هنا في كروس اهي اضغط عليها. ده مثلا اسمه اي سي 2، انا هسيب الاسماء دي زي ما هي. تمام؟ بس هنغير في الفاليو اللي قيم اسماء المقاومات هسيبها زي ما هي برده. اسماء اللي ادت نفس الكلام، اسماء الجمبرات ماشي. ممكن نيجي نغير اسماء البين هيدرز دي، خلي ده مثلا 12 فولت، ده هيبقى 9 فولت، ده يبقى 5 فولت، وده يبقى 3.3 من 10 فولت. تمام؟ طيب عايز اجي بقى هنا اختار فاليو واجي على الاي سي الاول ده واضغط هنا واقول له سميهولي. مش لاقي الكونكتور ايه بالظبط اللي هو البي تي ار، بي تي ار 500. وقلنا اللايبر اسمها بي تي ار 500، اللايبر اسمها بي تي ار 500، والكونكتور ذات نفسه اسمه اي كي 500 على 2 ماينس اتش. تمام؟ شوفيه كده هتلاقيه. وانا هنا كده يا شباب تاني هاجي اختار امر فاليو اهو، واعمل اساين فاليو للاي سي ده، اضغط عليه مره واحده واقول له مثلا ده هيبقى 78.09. يعني هيطلع لي جهد 78، دي معناها ان الجهد اللي هيخرج منه بوزيتيف، و09 معناها ان الجهد اللي هيخرج 9 فولت. تمام؟ الاي سي التاني ده هسميه 78.05، معناها ان الجهد اللي هيخرج بوزيتيف 5 فولت. هنا ده 78، او لا مش 78 بقى، ده هيبقى اسمه 1117 نيجاتيف 3.3 فولت. يعني انت لما تروح تشتري مش هتلاقي اسمه 78، لان فئه ال 3.3 من 10 دي اللي هي ال LDO زي ما قلت، اللي هي اللو دروب اوت، مش في الفئه اللينير ريجليتورز اللي هي اللي فوق دي. تمام؟ هقول له اوكي. دي الفاليو بتاعته. كده في حاجه تاني محتاجه تعمل لها فاليو؟ مفيش. يعتبر كل حاجه كده ايه نازله بالفاليو بتاعته. طيب نطلع كده 10 دقايق عشان وقت العشاء بس ما راحش علينا.
تمام، 10 دقايق اللي وقع منه حاجة جمعها كده على ما نرجع. ماشي يا شباب، والناس اللي هتطلع تصلي بقى، ونرجع تاني على 8:09 كده. تمام. لو سمحت يا باشمهندس. اتفضل. اتفضل يا احمد. عندي بالنسبة للضيض اللي حطيناه على أطراف التيرمينال، هو لو خلي لو خلينا الموجب هو اللي بقى تحت على موجب الأنود وفوق بقى السالب، مش كده يعتبر عمل شورت سيركت على أطراف الباور؟ ما هو بالظبط، عملت شورت سيركت على اطراف الباور بس في البوزيتيف، يعني انت كده عامل شورت سيركت على الاطراف اللي انت محتاج توصل فيها، فاهمني؟ ايوه، احنا عاملين شورت سيركت كده فعلا بس في الحاله النيجاتيف، ان هو لو عكس القطبيه انا بقول له احمل لي الدايره ومش مهم عندي اللود اللي بره، يعني ايوه اكيد كده كده الادابتور او الباور سبلاي او الحاجه اللي بره بقى فيها حمايه اصلا، فاهمني؟ تمام تمام انما البورده بتاعتي انا كمان محتاج احط فيها حمايه. تمام، شكرا يا باشمهندس. شكرا لله. طيب نكمل يا شباب، هنيجي هنا بقى نستخدم امر نت. تمام، امر نت اهو، او التول اللي اسمها نت دي، حته الدايت تاني. طب ثواني، مش عارف اجيب ايه، مش ايه اكس، ايه كي بقى، ايه كي 500 على اتش، او ايه كي 500 على 2 اتش، ايه كي 500 على 2 ماينس اتش، او ايه كي 300 كنت كاتبها لكم فوق، ثواني اشوفها فوق كانت ايه. ايه كي 500 على 2 ماينس اتش، سلام. انت عايز تسأل في حاجة؟ تمام. يا شباب، ما في السيرش لو انتوا بتسيرشوا على حاجة باسمها لازم تكتبوا دبل استريك او نجمتين وتكتبوا بينهم القيمة، تمام؟ لو حد بيسيرش على حاجة باسمها، انا قلت ندور يعني نكتب الحرف بس كده في الاسم اللايبرري هيوصل لنا على طول. يعني هاجي دلوقتي بقى استخدم النت. اول حاجة عندي اللي الدات دي كلها مش المفروض الخارج بتاعها ده يبقى رايح على الجراوند، هاجي اروح جاي واخد اول طرف وراح على اخر طرف على طول، وهو باي ديفولت وهو معدي كده هيروح جاي موصل لي الاطراف دي كلها، تمام؟ بس دول حتى الان مش متصلين بحاجه. طب لو انا عايز اسميهم اسميهم جراوند، ممكن اجي زي ما قلنا المره اللي فاتت اعمل اد بارت وانزل على حاجه اسمها السبلاي او حرف الاس كده، حاجه اسمها السبلاي سيمبلز اهي، سبلاي 2 او سبلاي 1، واختار ايه انا محتاج ايه جراوند. ممكن اختار الزيرو فولت اهو او جراوند، تمام، اي واحد فيهم. خلينا مثلا نختار الرمز ده، تمام، واقول له اوكي عشان الناس اللي مش عارفه ده جه منين، جبته من سبلاي 1 او 2، لايبرري اسمها سبلاي، واخترت ده مجرد سيمبل بس، وهاجي احطه هنا كده. بيقول لي عايز تخلي تغير النيم دي لجراوند، هقول له يس. يبقى اي حاجه دلوقتي متوصله هنا هيبقى اسمها جراوند. نفس الكلام هوصل واحد هنا كده وواحد هنا، انا موصلهم بره بس كده. وفي ايه تاني؟ هنا هنا اي حاجه بتوصل بها جراوند اوصل بها جراوند، تمام. المدخل ده ده يس،
الطرف ده حتى الآن كده مفيش أي مشكلة. هاجي أختار إيه تاني؟ محتاج 12 فولت، أدي بوزيتيف 12، وأقول له أوكي، أحط هنا بوزيتيف 12، أقول له يس، هنا بوزيتيف 12، هنا بوزيتيف 12. ايه تاني؟ اغير بقى، محتاج بوزيتيف 9 واقول اوكي، وليكن هيطلع من ده بوزيتيف 9، وهنا هيبقى في بوزيتيف 9. محتاج بوزيتيف 5، تمام. أهم حاجة الناس تكون معايا، بس ادي البوزيتيف 5، وادي هنا انا بدلت 9، ماشي. هجيب ده هنا بوزيتيف 5 تحت هنا اهو، باقي لي ايه؟ 3 و3، بوزيتيف 3 و3. ممكن ما تلاقيش 3 و3 من 10 هنا، ممكن تكون في سبلاي اللي فوق دي اهي، بص في 3 و3، سبلاي واحد. يعني انا ممكن عشان تجيبه من سبلاي واحد او من سبلاي ايه 2، اقول له اوكي. تمام، واجي بقى بامر النت وابدا اوصل دول كده مع بعض، دول مع بعض. انت شايف انا مجرد بس بسحب من اول نقطه لاخر نقطه، وهو باي ديفولت بيفهم ان انا عايز اوصل دول كده كلهم ايه مع بعض. انا هفصل دي، اعمل ديليت لدي كده، لان انا عايز انقل دي هنا. دي 9 فولت هجيبها ايه، اتمنى الناس تكون معايا ومفيش حد مسقط. لو في حد عنده مشكلة في حاجة يقول في مشكلة. هاجي كده اروح جاي واخد نسخة من كل حاجة انا كريتها، يعني 9 فولت ده مثلا اخد منه نسخة واحدة واحدة تاني عشان السرعة، ماشي. طيب تاني اهو، هعمل اندو كده، ركز معايا. انت لحد فين؟ بحط الجهود دي ليه؟ الجهود دي انا قلت انا منزلها بس كفاريبل، يعني زي البرمجه كده، ما انت عندك متغير، المتغير ده اي لما تستخدمه في اي مكان هيوصل لك اي حاجه بنفس الاسم ده ببعضها. هنا نفس الكلام، حاطط الجهود دي عشان لما اقول له ان هنا انا عندي حاجه اسمها 5 فولت وهنا في حاجه اسمها 5 فولت هيوصل لي النقطتين دول ببعض، بدل ما اقعد اوصل اسلاك والاسلاك تبقى كتير وشكلها ايه بايخ، وانا ما بقاش فاهم الدايره ايه اللي هي بتنفذه يعني. تمام، ممكن ما احطهاش خالص عادي، بس هضطر اوصل بقى. لا دي غير الليبل برضو، يعني انا ممكن اعمل ليبل كده من هنا واسمي كل تراك انا هوصله ولسه هستخدم الليبل برضو تاني. تمام، اه زيها زي الليبل، هي زي الليبل بالظبط، بس انا الليبل ممكن اسميه باي اسم، انما هنا دي نازله باي ديفولت اسمها جراوند، ودي نازله باي ديفولت اسمها 9 فولت، ودي 3 و3 ماشي اللي هي هنا دي، ودي بوزيتيف 5 وهكذا، انما الليبل انا بسميه زي ما انا عارف. تمام يا شباب؟ تاني بقى، انا نزلت الجهود اهي وعايز اوصل، باجي اختار امر نت من هنا وهضغط على الحاجه الكونكتور اللي انا محتاج اوصل فيه اللي هو الجراوند ده مثلا، انا عشان حاططهم بالمحاذاه على طول تحت بعض
فانا لو سحبت من اول نقطه لاخر نقطه كده هيوصلهم لي كلهم ايه مع بعض. طيب لو ده ما حصلش عادي ممكن تسحب كده كل نقطه توصلها مع التاني اهو، تمام؟ واقول له يس، خليها لي ايه بص بتاع بص. هنا نفس الكلام، بس انا بقى عايز ارجع كده اندو، لان انا قلت انا محتاج انقل ده هنا كده لان دي التسعة بوت. نفس اللي عملته هنا، هسحب من الجراوند لفوق لاخر نقطه اوصلهم لي مع بعض، من تحت لاخر نقطه اوصلهم لي مع بعض. يعني نفس الكلام بقى بكرره تاني عشان الناس اللي بتقول بسرعه، هي نفس الحاجه اللي انا عملتها فوق بعملها تاني تحت، تمام؟ يبقى دول كده اتسموا جراوند، دول جراوند، دول بوزيتيف 3.3، دول بوزيتيف 5 فولت، دول جراوند، جراوند بوزيتيف 9. انا سايب ده، المفروض ان ده اسميه ب 12 بس انا سايبه، وهقول لكم انا ليه انا سايبه ما سميتوش 12، تمام؟ عشان برضو الاسم هنا جاي اسماء داخله في بعضها، ده اسمه دايد واحد ماشي، والفاليو بتاعته واحد ان 407، ده بوزيتيف 12، ده الجراوند، وده الدي سي جاك ماشي. بص بقى في حاجه مهمه، انا هنا دلوقتي سميت ده ايه بوزيتيف 12 وهنا جراوند، يبقى ده المفروض ده كله قبل السويتش، واخد بالك؟ انا حاطط هنا بوزيتيف 12 وهنا جراوند، لو انا جيت حطيت هنا على النقطه دي بوزيتيف 12 كان ما حطيتش سويتش اصلا. الناس معايا؟ يعني لو انا جيت هنا قلت له بوزيتيف 12 كاني ما حطيتش ايه سويتش، لان هو باي ديفولت هيوصل لي دي ببعضها كان السويتش مش موجود. فانا هاجي اروح جاي عامل نت كده واختار النقطه دي واسحب قطعه سلك بره واعمل دبل كليك، تمام؟ يعني بقول له اقف هنا وخلاص، ونفس الكلام هعمله تحت كده. واخترت ليه؟ انا قلت دلوقتي انا عندي في مدخل واحد كومن وفي مخرجين، مخرج نورمالي كلوز يعني دايما هيبقى موصل للكهرباء من قبل ما اضغط، ومخرج تاني مش هيبقى موصل لحد ما اضغط هيوصل، تمام؟ عامل زي المفتاح اللي عندك في البيت كده اللي هو بتاع الكهرباء، لو انت ضغطت عليه بيوصل ولما تضغط العكس بيفصل، اهو ده نفس الوضع. هاجي هنا بقى استخدم ايه المره دي؟ امر ليبل بقى، امر ليبل من هنا اهو، هضغط عليه وهنا فوق هلاقي فيه خط ومكتوب فوق الاسم، وفي هنا شكل ليبل ومكتوب جواه الاسم، انا عايز الليبل ده، تمام؟ فاختار الايه؟ علامه الليبل. هاجي هنا اضغط على النت دي، ظهر لي ايه؟ ادي ليبل اهو، تمام؟ طيب ايه الطريقه الثانيه ان انا اختار الليبل او اعمل ليبل؟ هاجي من هنا من نيم، اضغط على النت، هلاقي مكتوب فيه هنا علامه متعلم عليها هي بديس ليبل، مجرد ما اقول له اوكي كريت لي ايه؟ ليبل اهو، تمام؟ هقول له مثلا ده الليبل بتاعي. طب انا عايز ارجع اغير الاسم، اعمل نيم تاني واضغط على الليبل بس، اقول له الاسم خليه ايه؟ وليكن بوزيتيف، بوزيتيف 12 فولت عشان ما يوصلهمش بايه؟ ببعض. طيب وهنا لا انا عايز بقى افصل ده كده، افصل الجراوند ده، اعمل ديليت لدي واجيب ده هنا. بيقول لي عايز تغير الهاش دولار تاني ليبل. بص الليبل انا كل اللي عملته اهو، خلينا اعمل ديليت ده كمان، ده سويتش اهو ما فيهوش اي حاجه لسه متوصله. انا عشان اعمل ليبل في عندي كذا ايه اوبشن، ان انا ممكن اجي اختار امر ليبل من هنا، تمام؟ بس لو انا جيت اختار امر ليبل هو مش شايف اي مسار كهربي، المسارات الكهربيه عنده بالنسبه له اللي هي بتبقى بامر نت اللي هي لونها اخضر، ده مجرد سيمبل بس لسه. فعشان اطلع له مسارات كهربيه لازم استخدم امر نت واطلع مسارات كهربيه بيه كده، تمام؟
طيب انا هو انا بقى لو عنصر 100 صف مثلا ولا 100 رجل هقعد اعمل فيه كده؟ لا، ممكن تيجي تروح جاي اعمل دول ديليت كده. وهتيجي تضغط كليك يمين على العنصر وتقول له بريك اوت بينز، تيجي على اول بينز واقول له خليه لي يونيك، يعني اظهر لي اسم البارت بعد كده الرقم بتاعه او رقم البين. ركز كده شوف ايه اللي هيحصل. عمل لي ايه؟ قال لي ان ده الاون اوف رقم واحد في البول ده، تمام؟ ده اون اوف اللي هو اسمه، الاسم اللي انا مختاره رقم واحد الاوبن، تمام؟ اون اوف رقم واحد اس مثلا. نفس الكلام ممكن اعمله مع اللي تحت، بريك اوت بينز واقول له اول بينز وخليه لي ايه؟ يونيك. فيظهر لي كده ايه؟ عمل لي ليبلز اهو، طلع لي على كل رجل ليبل. ايا كان بقى الليبل ده انا محتاج اغيره زي ما انا عاوز، هاجي على امر نيم واضغط بس على الليبل ده اسميه زي ما انا عاوز، وليكن ده مثلا البوزيتيف، تمام؟ اللي تحت ده عايز اسميه نيجاتيف، نفس الكلام. هاجي هنا محتاج اسمي ده ايه؟ وليكن بوزيتيف 12 فولت. بيقول لي انت عايز توصل ده ب 12 فولت؟ هقول له ايوه، عشان في حاجه قبل كده اسمها 12 فولت، تمام؟ طب وده؟ هقول له عايز اسميه جراوند. هيقول لي عايز توصله بالجراوند فعلا؟ في حاجه اسمها جراوند تاني. يس، اخر جزء اللي هو ان انا عملت البريك اوت بينز دي، اخر جزء. انا جيت قلت لو انا عندي عنصر كبير ومش محتاج اقعد اوصل نتس كده عشان اسمي النت دي او المسار الكهربي ده عشان اقدر اسميه او اعمل له ليبل كمتغير، ده هيسهل عليا كتير في الشغل بعد كده في الحاجات الكبيره، مش هحتاج اعمل مسارات كهربيه. بس عشان انا اسمي ده لازم اختار الامر نت ده واعمل مسار كهربي كده في كل امر واسميه، اسمي الامر ده كذا من هنا من ليبل، ممكن اسمي الامر ده كده اكس مثلا والامر اللي تحته واي وده ايه؟ زد، او التراك ده واي وده اكس وزد وهكذا. طب انا مش عايز اعمل كده، قلت ممكن اجي احذف دول كده واضغط كليك يمين على العنصر اللي انا محتاج اعمل ليبلز عليه واقول له بريك اوت بينز واختار الاول بينز واقول له خليها لي يونيك، تمام؟ يعني الاسم بتاع البارت وبعد كده ايه؟ رقم البن والترتيب بتاعه، تمام كده؟ تمام ولا في مشكلة؟ تمام. هاجي هنا خلي دي نيجاتيف واقول له خلي لي ده جراوند، تمام؟ يبقى كده اي حاجه هنا متسميها بوزيتيف 12 فولت هتبقى متوصله ايه؟ بالليبل ده. طب فين اللي متسميه بوزيتيف 12 هنا؟ مفيش غير ده وده. طب انا عايز اشيل دول، يعني هاجي اعمل موف لده كده، هعمل له ديليت خالص اهو، تمام؟ وهعمل موف لده، يعني هنقل ده كده اهو، لان ده دلوقتي اسمه ايه؟ 12 فولت، يعني ده اهو بوزيتيف 12 وده جرام. طيب البوزيتيف 12 ده ممكن اجي هنا نفس الكلام واخد كده نسخه من البوزيتيف 12 ده اهو، واعملها روتيت بالماوس واخليها هنا على المدخل بتاع مين؟ 7809. يبقى ال 12 فولت دخلوا لل 7809 وطلع منه 9 فولت. طيب بعد كده ال 9 فولت دول عايزهم يدخلوا على الخمسه، هاجي اخد نسخه من ال 9 فولت اقول له دخلهم لي على
78 0 5 تلاقي لي 5 فولت. بعد كده اخد نسخه من ال 5 فولت ادخلها على ال 1117 نيجاتيف 3.3 من 10 فولت، فدي خرج لي ايه 3.3 من 10. اجي اجيب ال 3.3 من 10 واوصله هنا كده، تمام. انقل ده موف، انقل ده كده هنا، اختار امر نت واوصل ايه دول ببعض. حتى الان كده في اي مشكله؟ تمام يا شباب. انا بس كل اللي عملته ان انا وصلت الريجليتر، اديت لي ده 12 فولت وطلع لي منه 9، والتسعه اللي طلعوا دول وصلتهم على 78.05 وطلع لي منه 5، الخمسه اللي طلعوا دول وصلتهم على 8 ال 1117 3 و3 طلع لي منه ايه 3.3 من 10 فولت، تمام. حد وقع مننا حاجه ولا كده؟ ليه ما يبقاش الانبوت كلهم 12؟ طيب هو انا قلت في البدايه انا عشان احط كل عشان احط ريجليتور فرق الجهد بيطلع على هيئه ايه؟ حراره. فلو انا جيت حطيت 12 فولت على الريجليتور اللي هو 78.09 هيبقى طلع لي فرق جهد قد ايه؟ 3 فولت هيطلع على هيئه حراره. طيب لو انا جيت وصلت ال 12 فولت على 78.05 هيبقى في 7 فولت هيطلعوا على هيئه حراره، تمام؟ طيب لو انا جيت احط ال 12 فولت على 3.3 من 10 انت متخيل ان هيبقى فيه كام فولت؟ هيبقى فيه حوالي 9 فولت طالعين على هيئه حراره. الحراره دي في الدوائر ما تبقاش محبذه، يعني ما تبقاش حاجه كويسه، لان الريجليتور ازاي ممكن يسخن لدرجه ان هو يسبب حروق؟ يعني هو في الاول وفي الاخر هو حاجه الكترونيه، هو مش فيها الكترونات، الالكترونات دي الحركه بتاعتها وفرق درجه الحراره دي فعلا بتسبب حروق، تمام. فاللي انا عملته ان انا خفضت الاول لتسعه، بعد من التسعه دول طلعت 5، وبعد الخمسه طلعت ايه 3.3 من 10، تمام كده. انا جاوبت على السؤال ولا في حاجه تاني مش واصله؟ تمام. بقالي ده انا مش عايز طبعا احط دي بقى جراوند، عايز اسمي دي نيجاتيف، فهاجي هنا اعمل دي ديليت، اقول له بقى الاثنين دول كده بقوا متوصلين مع بعض باي ديفولت اصلا، باجي هنا من ليبل اسمي ده بالنيم نيجاتيف، او هعمل اندو كده، هاجي اعمل نيم على طول وهقول له سمي لي النت اللي انا كريتها دي نيجاتيف، وتحتها اصلا هو يعمل بليس ليبل لوحده اوتوماتيك، تمام. بيقول لي عايز توصلها بالنيجاتيف، هقول له يس. اجي هنا على ده سميه بوزيتيف واقول له يس. اتفضل يا مصطفى. طيب لا بعمل ريسايفر ضايق فتح لوحده. ماشي يا ريم، اعمل ديليت لدي، نفس اللي عملته تحت هنا اعمله فوق، اختار النيم سمي ده نيجاتيف يس. ممكن اعمل كده يا شباب اهو روتيت للليبل، يعني انا مش محدد بحاجه معينه او مش مقيد بحاجه معينه. سميت ده نيجاتيف، اضغط على ده نفس الكلام سميه بوزيتيف واقول له اوكي، واعمل روتيت بالماوس كده، يبقى انا سميت ده ايه بوزيتيف نيجاتيف، ده بوزيتيف نيجاتيف، يبقى دول كده باي ديفولت هيبقوا متوصلين مع بعض. بعد كده هيتوصلوا على السويتش، تمام، كلهم هيبقوا متوصلين مع بعض. خرج لي هنا بوزيتيف 12، اي حاجه اسمها بوزيتيف 12 في الدايره هتبقى متوصله على البوزيتيف 12 ده، والجراوند اي حاجه اسمها جراوند في الدايره هتبقى متوصله على ايه؟ على الجراوند ده. طيب باقي لي ايه؟ باقي لي الليدات دي، اوصل ال 12 فولت والتسعه والخمسه والثلاثه وثلاثه. طيب انا هنختار كده على طول ال 12 اهو، خدنا منه نسخه، والتسعه خدنا منه نسخة، بس أنا عشان الليبلز دي ما تدخلش في بعضها أعمل موف كده للليبل ده،
تمام. ايه تاني؟ خمسة. باقي التلاتة وتلاتة وعشرة. تمام، وأجي من النت وأوصلهم ببعض عشان التلاتة وتلاتة من عشرة ما تدخلش مع الخمسة كده. تمام كده يا شباب، في أي مشكلة لحد دلوقتي؟ تمام، حد عنده مشكلة في حاجة لحد دلوقتي؟ جميل جدا. طيب اسم بي في اي 2 ار ده، دي الفاليو هتظهر لي في اللاي اوت. طب انا مش عايز الفاليو دي، زي ما قلت ممكن اجي اعمل ايديت فاليو من هنا، اختار الفاليو واضغط على الحاجة اللي انا محتاج اغير الفاليو بتاعتها، بقول لي عايز تغيرها، اقول له يس واعمل ديليت للفاليو دي واقول له اوكي. تاني من فاليو هنا اهي جنب النيم على طول هتلاقي في فاليو، واضغط على القيمه دي او السويتش ذات نفسه واحذف القيمه بتاعته لو انا مش محتاج تبقى ظاهره لي ايه في اللي او، واقول له اوكي. طيب في ايه تاني؟ المقاومات محتاج اعمل لها فاليو، هقول له المقاومه دي مثلا هتبقى 220 اوم. طيب المقاومه التانيه هقول له مثلا هتبقى، او مثلا المقاومه الاولى دي هتبقى 680 اوم، المقاومه دي 330 اوم، تمام؟ سامعيني كده؟ سامعيني؟ طيب آخر مقاومة دي هنخلي قيمتها 220. تمام؟ المقاومة اللي تحتها مثلا نخليها 100 أوم، لأن دي على 3.3 من 10 فولت، اللي فوقها على 5، اللي فوقها على 9، اللي فوقها على إيه؟ 12. انا كده بالنسبه لي خلصت الايه اللي اول الاسكيماتيك. عايز ارص الاسكيماتيك بشكل محترم كده ومنظم، ممكن اجي بقى ايه اروح جاي اعمل كده جروب واختار دول كده تمام، واعمل موف واقول له اجي في اي مكان كده من هنا مساحه فاضيه واقول له موف جروب، وهو انقل دول كده مثلا، وهاجي نفس اللي عملته واختار ده وامر موف تاني، موف جروب من مساحة فاضية كده تمام. أنا نظمت دول كده جنب بعض أهو، محتاج دول نفس الكلام، أجي هنا جروب وأعمل لهم سيليكت موف وأقول له موف جروب وأنقلهم هنا مثلا تمام. الكونكتورز دول مثلا كده نفس الكلام، موف جروب خليتهم كده مع بعض، عايز انقل مثلا السويتش ده هقول له موف جروب اهو تمام، عايز انقل ده كده فوق تمام كده. يبقى انا كده ايه ده شكل الاسكيماتيك بعد ما انا رصيت ليبل تاني. احنا خلصنا ليبلز من زمان، ماشي. تاني الليبل، لو انا عندي حاجه زي دي ما بيبقاش عليها ليبل خالص اهو، هعمل ديليت للليبل ده كده، بتبقى كده يعني السيمبل ما بيبقاش فيه اصلا مسار كهربائي. المسار الاخضر ده هو الجاك الانبوت ولا الكونكت الاثنين، يعني لو انا عايز اوصل من الجاك هوصل، ما معيش جاك وعايز اوصل على الكونكتور ده هوصل على الكونكتور. يبقى انا حاطط دلوقتي اوبشنين، بحيث لو اليوزر مش معاه ادابتر ومعاه باور سبلاي عايز يوصل على البورده هيوصل منين؟
من الكونكتور ده، تمام. الليبل تاني اللي كان بيسأل على الليبل، حذفت انا المسار الكهرباء اهو، عشان احط ليبل لازم يبقى في مسار كهربي اللي هو باللون الاخضر ده، فهاجي اعمل مسار كهربي من امر نت، تمام، واجي على النقطه دي واسحب منها مسار كهربي كده، واضغط ضغطتين، واروح جاي على امر نيم، تمام، واروح جاي ضاغط على المسار الكهربي ده واسميه جراوند او جي ان دي، تمام، واقول له اوكي، وهو تحته بيقول لك عامل ايه، بليس ليبل اهو، يعني هو مختار امر الليبل على طول، واقول له اوكي، بيقول لي اكونكت ده مع الجراوند، هقول له يس، تمام. وقلت ان انا عندي الليبل هيبقى ليه شكلين، يا اما الشكل اللي معايا ده، يا اما لو انا باي ديفولت تبقى معمول على ده اوف، هتلاقي الاسم بس ظاهر لك كلمه جراوند كده، عشان اظهرها بالشكل اللي هو هنا ده كده الجرافيكال ده، بختار اخليها ايه اون اللي هو ده، تمام. جاوبت على سؤالك كده؟ مش فاهم يعني ايه، هل بتفرق، ايه اللي بيفرق بالظبط؟ لا هي مش هتفرق سواء كانت جرافيكال او لا، بس دي يعني بتبقى توضيحية ليك انت. لا ما انا بقول لك اهو مش هتفرق، دي بتبقى توضيحية ليك انت بس، تمام كده. خلاص كده احنا خلصنا الاسكيماتيك يا شباب، وهنتنقل قيم المقاومات قد ايه، 680 على 12 فولت، 330 على 9، 220 على 5، 100 على 3.3 من 10 فولت، تمام. انا كده خلاص خلصت الاسكيماتيك، هتنقل للي او بقى، هعمل سويتش او جنريت او سويتش تو بورد من هنا، تمام، هيقول لي كريت فروم سكيماتيك، هقول له يس، تمام كده. دي شكل المكونات اللي معايا اهي، تمام يا شباب. عايز بقى ابدا ارص في المكونات دي بحيث احصل على افضل شكل. اول حاجه زي ما اتفقنا، تاني هاجي اعمل من هنا فيو للجريد، المره دي هخلي الجريد بالمليمتر واعمل له اون. عملت تاني فيو جريد، اخلي الجريد الديسبلاي بتاعه اخليه اون، الام اي ال دي هخليها ام ام يعني مليمتر، تمام، اخلي دي الريزوليوشن بتاعها اكبر ما يمكن، بقول له هخليها مثلا 25 من 1000 مليمتر، يعني اصغر مربع هتشوفه دلوقتي هيبقى 25 من 1000، 25 من 1000 مليمتر، واقول له اوكي. لو انا جيت اعمل زوم كده، اصغر مربع انت شايفه ده اهو، اصغر مربع ده 25 من 1000 في 25 من 1000، انا عملت زوم اوت كده، تمام كده، ايه الجريد شغال. طيب اللون الاصفر او اللي هو المساحه السوداء اللي جوه دي، المساحه السوداء دي مساحه البورده حاليا، لو انت جيت تشوفها هتلاقيه بيبقى مديلك المساحه بتاعت البورده كام، حوالي 16 سنتي في 10 سنتي، او 16 سنتي في 10 سنتي، اه يعني دي 160 مللي في 10 مللي او في 100 مللي، تمام. طب انا عايز اعدل ابعاد البورده، ممكن تيجي هنا على الخط ده كده وتضغط كليك يمين واعمل بروبرتيز واغير الايه الابعاد دي، يعني هو بيقول لي من 100 من 0 ل 160 ومن ايه من 100 ل 160، او 160 و0 و160 و100، 160 و0 اللي هي النقطه دي، 160 و100 اللي هي النقطه اللي فوق دي. انا عايز اخليها مثلا تبقى عند 80 مثلا، وهنا 80، تمام، يبقى انا خليت البورده دي كده 8 سم. طب انا شايف 8 سم ده كبير قوي، ممكن اجي تاني هنا كليك يمين واخلي دي مثلا 60 ودي 60. قبل ما اقفل ممكن اجي اعمل كده واقول له ابلاي، لسه شايفها كبيره اخليها 50 50 50، دي معناها ان 5 سم، تمام. يبقى انا كده عرض البورده بتاعتي كام، 5 سم في ارتفاع 10 سم،
طب انا شايف برضو ان الارتفاع كبير، هاجي على الخط اللي فوق ده واعمل بالروبرتس، وخلي المية دي تبقى مثلا 60، والمية دي تبقى 60، يبقى كده البوردة بتاعتي كام؟ 5 سنتي في 6 سنتي. تمام يا شباب، وده برضو كتير. هنبدأ بقى نرص المكونات بتاعتنا. يبقى دي كده أبعاد البوردة أهي، هنبدأ نرص إيه المكونات بتاعتنا. أول حاجة ببدأ بيها اللي هي إيه، الباور كونكتورز أو الجاك، اللي هو باخد الدايرة ستيب باي ستيب. كونكتورز بخليها على الأطراف، ودي من الرولز بتاعت البي سي بي، البي سي بي ديزاين، إن أنا أي كونكتور عندي بخليه فين؟ على الأطراف، بحيث أسهل عملية التوصيل. ما اروحش مثلا احط الكونكتور كده، يعني انا هستخدم امر موف اهو، ما اروحش اخد الكونكتور واحطه في نص دايره البي سي بي، اما اجي اوصل اسلاك مش هخش في نص المكونات واوصل اسلاك، ده مش حل عملي. تمام، ما اروحش برده اخد كونكتور زي ده واروح جاي حاطه في نص المكونات كده، انا كده ما عملتش حاجه. فانا باجي ارص الكونكتور اخليه فين؟ اخليه بره كده على حرف البي سي بي، اهو اجيبه كده اهو على الحرف خالص هنا مثلا كده. نفس الكلام مع الروزيت، اخليها كده. تمام، طيب بقى ايه تاني؟ او ممكن اسحب الروزيتا اخليها على حرف، اخليها كده مثلا. تمام، بعد الروزيتا بيبقى موجود في ايه؟ في هنا في ظهر الروزيتا الدايود اهو. لو انت عملت زوم كده هتلاقي فيه على اطراف الدايود، بص في هنا كده بوزيتيف، ده رقم اسم السيجنال، وده نيجاتيف، وهنا هتلاقي فيه نيجاتيف وهنا بوزيتيف. في امر هنا اسمه رات نست، ده عشان انا قلت لك ان دي اير وايرز، او ان الاير وايرز دي هي مسارات الكهرباء اللي انت وصلتها في الاسكيماتيك، ولكن لسه ما بقتش مسارات نحاس هنا في اللاي اوت. لو انت ضغطت على دي قللت لي الاير وايرز لاقرب نقطه بنفس الاسم. تمام، طيب نقطه كده قبل ما تشتغل عشان ما تلخبطش نفسك بالاسماء والقيم، هنيجي نظهر اللاير سيتنجز من هنا كده تاني. layer settings من هنا، ايه شايفين الماوس فين؟ اختار layer settings واجي على ال T name واضغط على علامة العين دي الغيها، وعلى ال B name نفس الكلام، وعلى ال T value وال B value نفس الكلام، واقول له اوكي. بحيث انا اي حاجة او اي اسم او value كان موجود يلخبطني ما بقاش ايه؟ موجود. تمام كده، الناس كلها معايا؟ تمام ولا ايه؟ عشان بس ما يبقاش حد وقع من هنا. تمام، طيب انا مش عايز برضو الدايود يبقى بعيد قوي عن الايه، عن ايه الروزيتا كده كشكل تنظيمي، يعني ممكن اسحبه كده واقربه كمان شويه كده مثلا، بس ما اقربوش قوي، يعني اقربه اخليه كده، لان الروزيتا لما تيجي تركبها المساحه الفاضيه اللي هنا دي ما هي الا مجرد مساحه تنظيميه. يعني انت هتكتب هنا، بعد كده هنكتب دلوقتي مدخل الباور البوزيتيف هنا، عشان لما تيجي توصل يقول للشخص اللي بيوصل ان هنا في بوزيتيف، وهنكتب له ان هنا جراوند. تمام، وباقي الروزيتا هيبقى ايه؟ متوصل على الجزء اللي هو المربع ده. طيب بقى ايه تاني؟ السويتش، هعمل موف للسويتش. ولو انت خدت بالك كده هتلاقي الاير وايرز بتبقى متقاطعه مع بعضها اهو، زي ما ظاهر قدامكم كده، الاير وايرز بتتقطع مع بعضها. فانت كل ما هتتحرك هتلاقي في جهه افضل من جهه، يعني الجهه دي كده افضل من الجهه دي. يعني لو انا حطيت الجهه دي كده هضطر الف بمسار النحاس ده كده. طب ما انا اعمل كده من الاول، فاهمني؟ اهو انا اللي خليني الف بمسار النحاس ده من بره، طب ما هو مطلع بمسار النحاس اجيبه هنا كده على طول مباشر بدل ما الف بيه. تمام يا شباب، فاهمين ليه انا يعني ليه بقرب المكونات او ليه بفضل الفها كتير بحيث افضل احصل على افضل
شكل ممكن وأقل عدد مقاطع من التراكات؟ تمام. تمام ولا ايه؟ عشان مش عايز حد بس يقع مننا. طب اللي تمام يقول تمام، اللي مش تمام يقول مش تمام. تمام. طيب ابدا بقى اخد الايه، ترتيب المكونات. يبقى انا مشيت دلوقتي الروزتات والسويتشات. طب مش تمام؟ ماشي. مش تمام ليه؟ في حاجه معاك ولا في ايه؟ ولا مش تمام بهزار؟ لا وانا فعلا موقع حته، وانا اللي هي حضرتك قلت نقلل التراكات دي، ما فهمتهاش ازاي بنعملها اساسا. طيب بص، من موف دي وانا بحرك المكونات بتلاقي الاير وايرز بتبقى متقاطعه مع بعضها. يعني لو انت خدت بالك كده وانا بحرك السويتش ده، الاير وايرز بتلف على بعضها اهي. لو انا جيت حطيته بالعدله بتاعته دي، هضطر، شايف المسار النحاسي ده، الخط الاصفر ده مسار نحاسي، عشان اوصل دي وفي نقطه هنا هي مسار نحاسي تاني معدي كده، انا دول كده هيبقوا متقاطعين مع بعض، فهضطر الف منين؟ الف كده من بره. طب ايه اللي يخليني الف كده؟ ما انا ممكن اعدل ده من البدايه كده، الفه اهو، بحيث المسار ده هو كده رجعته للديفولت بتاعه، بحيث ان المسار ده اطلع له كده على طول اهو، والمسار ده يجي هنا عادي ويبقى ماشي هنا، مفيش اي حاجه انا متقاطع معاها دلوقتي، او ما عنديش مشكله في حاجه. فاهم قصدي؟ تمام، وصل دلوقتي. تمام. هظبط برضو ده كده. بعد كده هاخد ايه، الدايد او اللي هو الريجيليتورز. اول حاجه محتاجها اللي مدخله 12 فولت ومخرجه 9 فولت اهو. لما عملت زوم ان خالص ظاهر لي الان 12 فولت وهنا الاوت بوزيتيف 9. هاجي هنا من في هنا كروس لونه ذهبي كده او اصفر، هضغط عليه بقى كده بيتحرك معايا اهو. واجي هنا محتاج ايه، هقول له خليه لي كده مثلا، يبقى ده المدخل الجراوند الاول. تمام. بعد كده اللي مدخله 9 ومخرجه ايه، او اللي مدخله 9 ومخرجه بوزيتيف 5 اهو، ممكن اجي اروح جاي احطه ايه كده واسيب مسافة بينهم. نفس الكلام، هاجي اخد ده اللي مدخله 5 ومخرجه 3.3. ممكن احطهم كده، وممكن اجي اروح جاي مختار ده كده والف كده اهو. في حاجة بقى أنا عايزك تشوفها، يبقى أنا لو هعمل الحركة اللي أنا عاملها دي، ألف ده كده، ليه بقى؟ ليه الحركة اللي أنا عملتها دي؟ بحيث أن ال 12 فولت أهو يدخل لل 12 فولت، وأدي الجراوند، ال 9 فولت يخرج لل 9 فولت على طول أهو، لل 9 فولت يخرج لل 9 فولت، وأدي ال 5 فولت يخرج لل 5 فولت اللي بعده على طول. تمام. يبقى انا كده ايه، ما بقاش عندي مسارات كتير متقاطعه. طيب انا دلوقتي مثلا ايه، الناس اللي يقول لك ايه، انا احب السيمتريه في الحاجه، ده مثلا اقل من ده بواحد ملي او 1/10 ملي، عايز يخليهم كلهم بنفس مستوى بعض، اروح جاي عامل جروب كده واعمل لهم سيلكت، واجي على الالاينمنت تول دي او الالاين. تمام. واقول له خليهم لي كلهم بنفس المحاذاه، سنتر او الاين سنترز فيرتيكال. تمام كده كلهم بقوا ايه، بنفس المحاذاه. تمام يا شباب. عايز مثلا الدايود يبقى عامل، يبقى ايه، سنترد مع الروزيتا اللي تحت او مع التيرمينال بلوك. اجي نفس الكلام، اروح جاي عامل كده، اختار دول مع بعض واعمل الاين، والمره دي اختارهم ايه، الاين سنترز هوريزونتالي. تمام. جاب لي الروزيتا كده شويه. بقى ايه تاني؟
بقى ايه بقى الكونكتورز اللي هي الخرج والانديكيتور بتاع واللي خرج. تمام، هاجي هنا اول حاجة عايز ال 12 مع الجراوند. مين 12 مع الجراوند؟ او 12 مع الجراوند. هاجي اروح جاي اعمل له موف، دور امر موف كده، فاجي هنا فين ال 12 كان الريجيليتور ده صح؟ هاجي هنا اهو اروح جاي اعمله كده، مش ده بوزيتيف 12 وده جراوند، وانا هنا عندي 12 جراوند. ممكن اروح جاي اعمله كده على طول اهو. تمام، نفس الكلام عندي هنا ده بوزيتيف 9 فولت مع جراوند، اروح جاي اعمل له موف والف كده هنا. تمام، مثلا عاجبني كده، بس في خطوط هنا الخطوط دي بدأت تدخل مع بعضها. انا قلت كل ما احب اقلل عدد الخطوط دي، ما انا كل ما بعمل موف الخطوط ما بتتغيرش، عايز اقللها بضغط على راتز نست دي بيقربني بقى لاقرب مسار نحاس بالنسبه لي اهو. مجرد ما اضغط على ده خدت بالكم عمل ايه؟ قربني لاقرب مسار نحاسي. تاني هاجي بقى على الخمسة فولت هنعمل نفس الكلام، وبعد كده الثلاثة والثلاثة موف، ادي موف اهو. اجي هنا نفس اللي عملته اعمله مع الخمسة فولت، بعد كده اعمله مع الثلاثة وثلاثة من عشرة. بس المرة دي بقى ايه؟ هلف ده كده. طيب عايز اخلي دول نفس الكلام بمحاذاه بعض، ممكن اجي اروح اعمل سيلكت اهو، سيلكت جروب كده، واروح اعمل اونلاين واخليهم كلهم بمحاذاه بعض. ادي اول حاجه كده. تمام، يبقى انا كده خليتهم كلهم ايه في نفس السنتر. لو انا عايز اعمل ديستريبيوت، اخدت بالكم عمل ايه؟ خلى لي المسافه بينهم متساويه بين الثلاثه من ديستريبيوت horizontally. طب لو هم مرصوصين فوق بعض كده في distribute vertically. تمام يا شباب، يبقى ده مجرد ايه؟ شكل تنظيمي. طب هل انا ممكن اخليهم كلهم جنب بعض؟ اهو عادي ممكن اخليهم جنب بعض اهو. هاجي اعمل موف لده كده اخليه جنب ده، واجي اعمل موف لده اخليه جنب ده. تمام، واجي اعمل موف لده اخليه جنب. تمام، نفس الكلام اروح جاي اعمل لهم سيلكت تاني، لان انت ايدك ما بتبقاش مظبوطه قوي، واعمل اللاين واخليهم كلهم ايه سنترد مع بعضه. تمام، طيب هعمل كده موف، اعمل موف جروب وانقلهم فوق. عايز اجي احط كل الداية مع الايه مع مصدر الباور بتاعها، وليكن مثلا الداية دي متوصلة أول حاجة مع البوزيتيف 12، آخد المقاومة دي، آخد المقاومة دي كده، وأروح فين مصدر ال 12؟ أهو اللي جاي لي مثلا، اللي جاي لي مثلا من إيه؟ من بعد السويتش على طول. هقول له مثلا أنا عايز أحطها هنا، أو أنا أخليها كده أهو. تمام، وبعد كده الليد بتاعتها أهي. اعمل كده اقرب براحتي كمان. تمام، لو انا عملت تاني ضغطت اهو هيقلل لي الاير وايرز. اعمل نفس اللي عملته تاني، المقاومه اللي بعدها مع البوزيتيف 5 اللي هو كان هنا. تمام، قلل لي الاير وايرز، اختار الليد دي خليها هنا كده. نفس الكلام قللت الاير وايرز، هما اللي بعدها. بوزيتيف 5 اهو، راتز نست تاني قللت الاير وايرز ليد. اخر حاجه مقاومة والليد اللي باقيين، ممكن اجي اعملهم بالشكل ده. انا اروح جاي حاطط دي بقى كده، ده التلاتة وتلاتة مثلا، ممكن اروح جاي مختار
تلاتة وتلاتة من عشرة ده يبقى هنا، تمام. اختار الليد دي تبقى بالشكل ده، تمام. ده لو ما عنديش مساحة، ممكن اعمل اوبشن تاني ان انا بروح جاي اصلا عامل كده، يبقى كل مقاومة بالليد بتاعتها، وانقل دول تاني فوق، تمام. هنقل دي برضو كده فوق، وهنقل ده هنا، تمام. هنقل دي كده، وهاجي اروح جاي من هنا بقى، اختار دول وهقول له اعمل لهم الاينمنت مع بعض السنتر بتاعهم. نفس الكلام هعمله مع الليدات دي، هقول له اعمل لي الاينمنت، خليهم توب ايدجز مثلا كلهم يبقوا مع بعض، تمام. وممكن اختار كل مقاومه والليد بتاعتها لوحدها، يعني اقول له الليد دي مع المقاومه دي خليهم فيرتيكال او هوريزونتال مثلا، السنتر بتاعهم يبقى هوريزونتال مع بعض، الليد دي مع المقاومة دي، تمام. اعمل لهم الاينمنت مع بعض، الليد دي والمقاومة دي الاينمنت مع بعض. الحاجات دي بتفرق في شكل التصميم في النهاية، يعني بدل الموضوع ما يبقى بشكل عشوائي او المكونات مش منظمة، يبقى شكلها في النهاية افضل. تأكد إن أنت الاتنين معمول لهم هايلايت، تمام. كده أنا ممكن بقى أجي أسحب كل واحد من دول أهو وأخليه جنب الليد بتاعته، تمام. أعمل نفس الكلام بقى تاني، أختار دول مع بعض الاينمنت، خليهم كلهم ايه نفس المحاذاه. طيب انا شايف مثلا ان البورده كده ابعادها كبيره محتاجه تقل، او ممكن لو انا كنت حطيت المقاومه بوضع تاني كانت تبقى اقل، وهكذا. ممكن حد يلف المقاومه دي يخليها كده، يعني بدل ما هي في الوضع ده يعمل لها روتيت يخليها كده، فهيقلل وهكذا هيقلل، تمام. بس انا عشان ايه، انت بقى ممكن مع نفسك انت بقى تقعد تظبط براحتك زي ما انت عاوز، ممكن ما تحطش مقاومات خالص، ممكن تحط مقاومات اس ام دي لو انت مثلا هتعمل البورده دبل لاير، الكلام ده كله. وفي مره تانية ممكن اقول لك تستخدم ازاي المقاومات الاس ام دي مع على سنجل لاير عادي، يعني ممكن تستخدم مقاومات تثبيت سطحي على سنجل لاير، تمام. طيب انا كده مثلا عايز اقلل البورده دي، ممكن اضغط هنا تاني كده وخليها تبقى 50، ودي برضو 50، يبقى 5 سنتي، يبقى البوردة هتبقى 5 في 5. لو أنا لقيت الـ50 دول هيبقوا كلين من البين هيدرز أو أقل من البين هيدرز، ممكن أرجع أزودها تاني. أنا أقول له كده أبلاي، أهو هيبقوا كده هيبقوا كلين جزء إيه من البين هيدرز. ممكن أقول له مثلا خليها 55، وهنا أقول له خليها 55، يعني 5 سنتي ونص. أقول له أوكي كده ايه مقبولة شوية، حتى نقدر نكتب ايه فين الخمسة فين التسعة والكلام ده كله، واقول له اوكي. طيب باقي لي ايه بقى؟ عايز اكتب بقى تكست هنا يوضح لي كل مكون من دول ايه الكلام ده كله. الاول عايز اظهر باقي، انا دلوقتي خافي اللايرز اللي مكتوب فيها الاسماء والفاليو والكلام ده كله، هاجي من هنا من اللايرز اقول له اظهر لي بقى التي نيم والبي نيم، انا ما عنديش حاجه في البي نيم اصلا، تمام. واظهر لي التي فاليو اللي هم التوب فاليو والتوب نيم، يعني الاسماء والقيم اللي بتظهر ايه على التوب لاير، واقول له اوكي. هلاقي هنا ايه اهو، هو باي ديفولت حفظ من اخر تصميم كنا عاملينه
قيمة المقاومة بقى يحطها لي فين؟ في نص المقاومة، والفاليو بتاعتها بقى يحطها لي فوق. تمام، يبقى دي مش هحتاج أعدل فيها حاجة. ال LED دي مثلا اسمها دخل تحت البين هيد، ممكن أجي كده أضغط على دي، أدي موف أهو، وأقول له مثلا خلي لي الاسم بتاعها هنا كده أو هنا، الاسم ده أخليه هنا كده، عايز أغير أبعاد البي سي بي. زي ما قلت لك ممكن تيجي تضغط على البعد مثلا، أي بعد منهم عايز تغير البعد ده تضغط عليه كليك يمين، ومن البروبرتيز دي تغير الأبعاد بتاعته. يعني هو مثلا دلوقتي بيقول لك في بعد من 50 ل 55، من بيبدأ البعد ده بيبدأ من نقطة 50 ل 55، ومن نقطة صفر لكام؟ 55. صفر 55 دي اللي هي دي صفر اهو في الاكس، 55 في الواي، ودي 50 اكس 55 واي. انت مثلا عايز تغير 55 اللي هو ارتفاع البورد، هتغيرها في الاثنين. تمام، نفس الكلام اللي عايز تعمله مع تزود العرض، هتيجي على البعد اللي هنا ده وتعمل له ايديت من هنا. تمام، تغير دول عادي. يعني نيجي تاني ازاي اظهر الاسماء. ماشي، من هنا تاني من اللايرز. لا مش فاهم. طب خلينا نمشي واحده واحده. تاني، انا دلوقتي دي مش دي ابعاد البورده اللي هي الدايمنشن اللي بره دي، ده عباره عن ايه؟ خط. الخط ده عباره عن بيتمثل، اي خط بيتمثل بكام نقطه؟ بنقطتين. ادي النقطه اللي هي الاولى اللي هي تحت دي، والنقطه الثانيه اللي هي اللي تحت اللي فوق دي. لما انا باجي اظهر البروبرتيز بتاعت الخط ده، بيقول لي ان الخط ده بيبدا من النقطه 50 وصفر للنقطه 50 و55. النقطه 50 وصفر اللي هي تحت دي 50 اكس اهو، يعني ده 0.0. اما تمشي كده في الاكس ده 50 مللي، وارتفاع 50 و55، يعني النقطه 50 برضو نفسها بس بعد ارتفاع ايه؟ 55. كانك بتمثل المستقيم بنقطتين. تمام، ده بالنسبه للخط ده. يبقى انا لو عاوز ازود عرض البورده هغير في مين؟ الاكس اللي هي ال 50 دول، هغير ال 50 هنا وغير ال 50 هنا. تمام، طب لو عايز اغير الارتفاع باجي على النقطه الخط اللي فوق ده اللي متمثل برضو بنقطتين، اللي هو 50 و55. تمام، وصفر و55. فين الصفر وال 55 اللي هي هنا؟ صفر و55 ارتفاع. طب فين النقطة التانية؟ 50 55، أدي النقطة 50 وارتفاع 55 اللي هي النقطة التانية دي. عايز تزود بتغير ال 55 دي عشان تزود الارتفاع. تمام كده، وضحت؟ تمام. تاني الباشمهندسة اللي كانت بتسأل، أظهر الأسماء إزاي؟ باجي من على لايرز وأختار البي فاليو اللي هي التي فاليو التوب فاليو. تمام، بظهرها، خلي علامه العين دي ظاهره قدامها، والتي نيم بظهر برضو الايه العين دي قدامها، واقول له اوكي. تمام، هلاقي كده القيم ظهرت لي اهي. ابدا احرك بقى الاسم ذات نفسه، يعني هنا كل اسم اهوت عايز احركه بجيبه جنب المتغير مثلا او الايه الكومبوننت بتاعه. تمام، خليكم مثلا غيرت الليدات هنا، مثلا مكتوب لي بوزيتيف 3 و3، ممكن اخليها هنا كده 5 فولت كده كويسه، 9 فولت كويس، 12 وهكذا. طيب الاون اوف سويتش بره البورده ممكن انقله اخليه هنا كده. الدي سي جاك ممكن ما اكتبوش خالص وممكن اخليه جوه هنا كده. الباور ممكن اخليها هنا كده، هنا 7809 اخليها هنا، 7805 اخليها هنا، 1117.3.3 ممكن اخليها هنا وممكن انقلها فوق عادي. تمام، اي سي 1 و2 و3 دي عادي ممكن نعمل لها ديليت خالص كده. تمام، ما بقتش ايه ظاهره معايا لو انا مش عاوزها. وممكن دي لو هي مش جايه هنا وانا عايز اصغرها، زي ما قلت اضغط كليك يمين واعدل
البروبرتيز بتاعتها وغير السايز، وهقول له مثلا وليكن ايه خليه 8 من 10 وهقول له اوكي. ممكن اغير الفونت بدل ما هو بروبورشنال اخليه فيكتور واقول له ابلاي اوكي تمام، اعمل له موف كده مناسب، لو مش مناسب اهو اعدل تاني واغير الخط تاني اخليه 6 من 10 مثلا، وانا اخلي الريشيو دي تخلي لي الخط بولد، اخليه مثلا 20% تخلي لي الخط ايه بولد اكتر تمام، واعمل لها موف كده فوق نفس الكلام. طيب لو انا محتاج اقعد بقى اعدل كل واحد من دول، ممكن اغير الاتريبيوت ده مره واحده؟ اه ممكن اجي من هنا كده اعمل شينج تمام، اول استخدام للشينج اهو واعرفوه، باجي هنا اختار ايه محتاج اغير ايه الفونت بتاعي مثلا واخليه، محتاج اخليه يبقى بدل ما هو بروبوشنال ده اخليه فيكتور، ممكن اروح جاي اعمل سيلكت كنترول ايه سيف كنترول ايه تمام، واضغط على شينج تاني اختار الفونت خليه فيكتور، واضغط في اي مكان في البورده واقول له شينج جروب. خدتوا بالكم اي خط كان على البورده خلاه لي ايه فيكتور. تاني عملت كنترول ايه يعني عملت سيلكت للبورده كلها، رحت جاي اعمل شينج وغيرت الفونت خليته فيكتور، وجيت في اي مكان فاضي في مساحه البورده كلها وضغطت كليك يمين وقلت شينج جروب تمام. طيب انا عملت سيلكت تاني للبورده دلوقتي، وهاجي هنا بدل ما اختار الفونت بقى المره دي هختار السايز وهخليه ممكن اعمل انا مثلا اضغط على النقطه اللي تحت دي عشان عايزه مثلا 7 من 10 مللي، واقول له خليه لي 7 من 10 mm واقول له اوكي، واضغط في اي مكان تاني في البورده واقول له ايه شينج جروب. كده غير لي الخطوط كلها ايه صغرها خالص. طب عايز اخلي الخط بولد، هاجي تاني على شينج واختار الريشيو اهي واخليها 20% او 20، دي النسبه اللي هي ايه بتخلي الخط بولد ومش داخل في بعض تمام، لان كل ما هتكبر النسبه دي الخط بيبقى بولد قوي تمام. اقول له اوكي، وهاجي برده في مساحه تاني اي مساحه فاضيه واقول له كليك يمين شينج جروب تمام، ده الخطوط اهي بقت ايه بولد بالشكل ده. طيب لو انا محتاج اكبر نفس اللي عملته، اختار الفونت اختار شينج واختار السايز واغيره زي ما انا عاوز تمام. ممكن ارجع بقى ارص دول تاني كده تمام. اظن الموضوع يعني ممتع ما فيهوش ملل خالص، كانك بتلعب على بازل. نقل دي كده عايز سيلكت الثلاثه دول وتخليهم مع بعض، ممكن اجي اعمل سيلكت كده اهو، بس خلي بالي ما انزلش على الكروس بتاعت الايه بتاعت الريجليتور نفسه، يعني اخدت الكروس بس الصغيره اللي هي بتاعت ال 7809 وال 7805 والايه وال 1117، اعمل لهم الاين اخليهم ايه سنتر فيرتيكالي مع بعض تمام. محتاج مثلا انقل الدايت ده خلي اسمه كده تمام، دي سي جاك دي محتاجة مثلا كده اخليها تحت الجاك، وباور دي اخليها هنا كده او هنا وممكن اجي اعمل ليه كده تبقى انديكيت ان ده 12 فولت ودي انديكيت ان دول 9 فولت نفس الكلام.
بقى ايه، عايز اكتب له بقى ان ده جراوند وان ده جراوند وهكذا. ممكن زي ما قلت اختار امر تكست من هنا اهو، واكتب كلمة جراوند واقول له اوكي، جايبها لي ايه اللاير، جاب لي اللاير بتاعتها في التوب لاير. هاجي تاني اختار اللاير زي ما اتفقنا السيشن اللي فات، اخليها ايه تي نيم عشان تبقى في التوب ومع النيمز، تمام اهو. وباي ديفولت واختار لي السايز بتاعها كام، 7 من 10 والريشيو 20% والفونت فيكتور، لان هو برضو البرنامج فيه جزء اي اي بيديتكت اخر حاجه انت استخدمتها او اخر حاجه انت عملتها، تمام. دي كل السوفت ويرز بقت تشتغل عليه حاليا. اخليها مثلا هنا كده وهتفضل موجوده معايا. عايز انزل نسخه منها تاني، اه انزل كمان نسخه هنا، انزل كمان نسخه هنا، وانزل كمان نسخه هنا. تمام. ده ليه تاني؟ روزيتا بقى نفس الكلام، ده مثلا طرف النيجاتيف عايز اقول له ان ده هيبقى الجراوند هنا كده، تمام. وان الطرف التاني ده هيبقى 12 فولت، فهفصل كده اقول له ده 12 فولت. يبقى انا كده ايه عملت المسميات اللي انا محتاجها كلها. باقي لي ايه؟ باقي عمليه الراوتنج، ان انا ابدا اوصل بقى التراكات مع بعضها، صح؟ ممكن ده كده كمان زي ما قلت، ممكن اجي على الراوت دي واختار السمك بتاع التراك على طول واشتغل. بس احنا المره اللي فاتت كنا هنشرح الديزاين رولز وما ايه ما شرحناهوش، تمام. فانا هاجي اعمل ايديت، الناس كلها تركز معايا في الجزء ده. اخترت من قائمه ايديت فوق خالص، هروح كده على حاجه اسمها ديزاين رولز، تمام. باجي من الديزاين رولز دي هلاقي اللايرز، في اللايرز هنا جايب لي ايه مختار اللاير الاولى واللايرز اللي في النص مخليها اسمها الكور، يعني عباره عن ماده صلبه اللي هي الخضرة دي، ومختار لي ايه اللاير 16. وهنا جايب لي تو لاير، لو انا محتاج اكتر من كده اختار عدد اللايرز اللي انا محتاجها. وفي اللايرز بيبقى العدد بيبقى زوج، لازم يبقى زوج، تمام. ده اما 2 4 6 8 10 اقصى حاجه 16، فاحنا نخليها دبل لاير، تمام، لان ما فيش سنجل لاير هنا. بس لما نيجي نراوت هنستخدم لاير واحده بس. فاجينا على الكليرنس، اه هنا بقى الجزء ده محتاج الناس تركز فيه. هنا جايب لي ايه؟ جايب لي ادي تراك وادي تراك تاني، او مسار كهربي وادي مسار كهربي تاني، والاثنين بنفس اللون، وكاتب لي هنا واير، تمام. بيقول لي هنا ده للديفرنت سيجنال وده للسيم سيجنال، يعني دي الاشارات كهربائيه مختلفه، يعني دي اشاره ودي اشاره، وياخد ده بوزيتيف وده نيجاتيف. بيقول لي هنا بين بتوين الواير والباير عايز اقل حاجه قد ايه، وليكن انا هقول له مينيمم 6 من 10 ملم، عشان انا هعمل هصنع يدوي. يبقى انا عايز اقل مسافه بين كل تراك وتراك لا تتعدى ال 6 من 10 ملم، يعني ما تقلش عن 6 من 10 ملم، تمام. كليرنس والحاجات دي انا القيم اللي هقولها لك دلوقتي هنقولها قدام شويه، كل قيمه من دول جت منين وتحسبها ازاي والكلام ده كله. فانا عايزك بس تعرف ايه اشتغل بالقيم دي دلوقتي، وانا هجيبها لك بالتفصيل بالظبط. حتى برضه سمك التراك انا قلت لك هقول لك دي ازاي وبتحسب ازاي، يعني برضه مش هقول السيشن دي، لان كل حاجه من دول ليها وقتها، تمام. هنخلي برضه المينيمم كليرنس بين الواير والواير 6 من 10 مللي، تمام. طيب بين الواير والباد نفس الكلام، هخليه برضه 6 من 10 مللي، يعني ممكن اعتبر ال 6 من 10 دي لو هتصنع يدوي ستاندرد، ولو هتصنع هتبعت مثلا تصنع في الصين او كده ممكن تخليها 2 من 10 مللي، تمام. يبقى انا اختار دول دلوقتي كلهم 6 من 10 ام ام. بين الفايا وبين الواير برضه نفس الكلام، قلنا الواير بتربط بين دبل لاير او اكتر من لاير، والواير اللي هو بيمشي فيه السيجنال. بين الباد والباد
نفس الكلام، البدا دي اللي هي بتبقى بثين اللي بوصل فيهم او الثقب اللي انا ببقى عامله عشان اعمل عمليه ايه سولدرنج عليه. بين الباد وبين الفايا نفس الكلام، بخليها ايه 6 من 10 مللي. بين الفايا وبين الفايا الثانيه من نفس النوع، احنا حتى الان ايه من ديفرنت سيجنال، اهو احنا دلوقتي في الديفرنت سيجنال زي ان في سيم سيجنال تحت هنا، خليها برضو ايه 6 من 10 مللي متر. ده بقى بالنسبه للسيم سيجنال، وهنا كاتب لي ايه اس ام دي. حتى لو انا جيت هنا غير اللون اهو للون الاحمر، بيقول لي لو بين بس ام بين اس ام دي واس ام دي يعني بين بدتين اخليهم ايه تمام. طيب يا شباب معايا نفس الكلام هنا ونفس الكلام مع الفيا، هنلاقي 6 من 10. هاجي هنا على الديستانس، دي مش مهمه بالنسبه لي، الديستانس دي اللي هو الدايمنشن بتاعت الكبر ذات نفسها. تاني يا مصطفى بص، الكليرنس ده كل واحده من دول انت هتقف عليها هتوضح لك هي تقصد ايه. تمام، احنا بنقول الكليرنس هنا في الديفرنت سيجنالز وهنا في السيم سيجنال، بين واير وواير الكليرنس دي يعني اقل مسافه او اقل مساحه بين كل تراك وتراك. تمام، يعني حتى انت لو حاولت تقربهم من بعض اجباري البرنامج مش هيسمح لك بكده، لان دي الرولز اللي انت بتقوله انا عايز امشي عليها. حتى لو انت جاي بص تحت كده بقول لك ايه مينيمم كليرنس بتوين اوبجكت ان سيجنال لاير، اللي هو بين الواير والواير اللي هو ايه ده اللي هو الكليرنس، موضح لك هنا اهو بيقول لك ذا سيم سيجنالز تشيك بتوين اس ام دي اند فايا دازنت ابلاي تو مايكرو فايا. الحاجات دي ما يعني ما ده لما ندخل في الاس ام دي هتفهم ايه اللي انا اقصده. بس حتى الان اعتبرهم كلهم ايه 6 من 10 مللي. معلش يا باشمهندس، هو احنا بنفتح ازاي الديزاين رول دي؟ تاني طيب خلينا نعمل ابلاي واقول له اوكي. بص من هنا اديت ديزاين رولز تمام، الناس اللي كانت وقعت اختار تاني اهو edit design rules. او من هنا كده من الاسهم اللي تحت دي ممكن اجي ايه اختارها من هنا، في هنا دي ار سي وي ار سي تمام. الدي ار سي دي اللي هي الديزاين رول تشيك، خلينا نعدل نعمل لها edit الاول. هاجي هنا الكليرنس اهو انا عدلتهم كلهم خليتهم 6 من 10 ام ام يعني ملي متر. الديستانس قلت مش مهمه لان ده بيقول لك حدد لي ابعاد البورده ذات نفسها او الدايمنشن بتاع الكفر ذات نفسه، ده ما يهمكش في حاجه هنا تمام. المينيموم ويدث، المينيموم ويدث ده اللي هو اقل السمك للتراك يبقى قد ايه، ده انا قلت المره اللي فاتت خليه 8 من 10 ملي او ايه او 1 ملي طالما هنصنع يدوي، وبرضه ليه كالكوليتر بتحسب سمك التراك بناء على التيار اللي هيمشي فيه ومعدل ارتفاع درجه الحراره والكلام ده كله تمام. فهخلي المينيمم ويدث للتراك 8 من 10 مللي، والمينيمم دريل اخليه 7 من 10 مللي. 7 من 10 المينيمم دريل دي اللي هي الثقب ذات نفسه اللي انا هعمله ايه اللي هثقبه للمقاومه مثلا او مكثف او ايا كان الحاجه اللي انا حطيتها في الدايره، ده اقل ثقب بيتعمل في الدايره 7 من 10 متر تمام. المايكروفايز دي خاصه اللي هي بقى المالتي لاير، مش هنستخدمها في حاجه ولا هي ولا البلايند فايز تمام. بس ده كل اللي يهمك في الديزاين رول، الكليرنس والسايز. الكليرنس تاني الكليرنس اهو خلينا كله 6 من 10 مللي والسايز تمام. واقول له ابلاي واقول له اوكي. لو انا جيت بقى دلوقتي على الراوت اير واير تمام، زي ما قلت المره اللي فاتت قايمه هي الخاصه بالبروبرتي بتاعت الراوت اير واير، عندي هنا ثلاث حاجات اجنور اوبستكل، لو عندي حاجه ما ينفعش اعدي فوقها ده هيخليني اعدي فوقها عادي وده انا مش عاوزه. هنا ده لو انا بحاول اعدي على حاجه ما ينفعش اعدي من فوقها هيلف حواليها تمام، وده برضه انا مش عاوزه. طب لو انا عاوز، لو انا تراكين هيتقاطعوا مع بعض
عايزه يعمل ايه؟ اقول له بوش اوبستكل، يعني لو في تراك قدامك اعمل له بوش، عرفني ان في تراك قدامي، انا يا عم بوصل وانا مش شايف. تمام. الويتس ده هو دلوقتي مختاره 15 من 100 مللي عادي. ممكن تاني، بص في ثلاث حاجات اهم. اجنور اوبستكل يعني تجاهل، لو في اي عوائق اعمل لها تجاهل. هنا ووك اراوند اوبستكل، لو في عوائق امشي حواليها. هنا بوش اوبستكل، زق العوائق لو في عوائق موجوده. تمام. هناخدها بالتفصيل دلوقتي وانا احنا بنعمل راوند اهو. راوت اير واير، ما انا قلت يا شباب هنا اهي. فهي كده ماشي اللي انتوا عاوزينه. طيب انا عندي، انا ما عنديش مشكله تاخدوا الدايره، ابعت لكم الدايره على الجروب وتعملوا لها انتوا راوت وترفعوها. ها بنخلي التاسك بتاع الدايره. لا انا قصدي، انا قصدي يا باشمهندس اخرها الراوت يعني، بس اخرنا الراوت. ايوه ما فيش حاجه تانيه بعد الراوت كده. تمام. نخلصها ولا ابعتها لكم توصلوها؟ ها لا خلاص انا بقول ابعتها لهم يعني، لو واحد من الاداء التاسك بتاع خلاص يعني. الناس اهو، الناس قالوا نوصلها احنا. وانا برضه عشان ما نبقاش طولنا السيشن، لان السيشنات بتبقى بتقرف اللي بيسجل، فاهمني؟ يعني اللي قاعد دلوقتي بيسجل السيشن ده طبعا مال يعني 3 ساعات مثلا ولا اكتر من 3 ساعات. يبقى الخط لونه لما بنعمل راوت، الخط يبقى لونه احمر مش ازرق، لا الخط يبقى لونه ازرق. يعني لما تيجي تعمل الراوت، انا دلوقتي واقف على راوت اير واير اهو، في هنا لاير مكتوب جنبها توب، هتغيرها تخليها ايه؟ بوتوم. تمام. هتغير دي كده. بعد كده لما بنيجي هتعمله بقى، تبداوا تعملوا راوت بحيث ما يبقاش فيه ايه؟ تراكات متقاطعه مع بعضها، وما يبقاش فيه تراكات بزوايا 90. بكرر تاني اهو، ما يبقاش فيه تراكات بزوايا 90. تراكات اهو، هنا انا مختار راوت اير واير اهو، اللاير فوق هنا ظاهر لي في حاجتين اهو، اوبشنين، الاوبشن اللي هو التوب والاوبشن التاني اللي هو ايه؟ البوتوم. بتغيريه تخليه البوتوم لاير، او ان انا هوصل في الايه؟ الطبقه التانيه اللي تحت. لا مش هكمل راوت على السريع، انا هبعتها لكم تخلوها تبقى تاسك. تمام؟ عشان اشوف الناس اللي فهمت من اللي ما فهمتش. تمام؟ وكده كده اما نفتح السيشن الجاي، لو ما لقيت ناس كتير مش عامله لها راوت، هعمل لها، هنعمل لها راوت مع بعض. كده كده هعمل لها راوت معاكم برضو عشان تشوفوا ايه؟ يعني لما خطين يتقاطعوا يبقى واحد احمر واحد ازرق. لا الاحمر ده في لاير او في طبقه من النحاس، والازرق ده طبقه من النحاس ثانيه خالص. يعني حتى لو انت بتحاولي تعملي خط احمر وخط ازرق فوق بعض، هم عمرهم ما يتقاطعوا مع بعض. تمام. انما لو خط ازرق وخط ازرق هيتقاطعوا مع بعض. في سهم في الراوت، ايه الفرق؟ سهم الراوت ده يعني انا شرحته بالتفصيل المره اللي فاتت. راوت مالتيبل اير واير، لو انا عندي اكتر من تراك عايز اوصلهم مع بعض. تمام. وراوت ديفرنشال بير، راوت اير واير، راوت مالتيبل اير واير دي بمعنى لو انا عندي اي سي في 100 رجل، عايز اوصل ال 100 رجل مره واحده بدل ما اوصل كل تراك لوحده، ممكن استخدم التول دي. تمام. راوت ديفرنشال بير، لو انا عندي تراكين مختلفين عن بعض وعايز اوصلهم برضو ايه، يعني اختار حاجتين واوصلهم مع بعض. كويك راوت دي يعني انا ضغطت على التراك هيوصله لي مره واحده لوحده. كويك راوت نفس الكلام، هيوصل لي السيجنال كلها، يعني اي حاجه بنفس الاسم ده هيوصلها كلها. خلينا اختار مثلا كويك راوت واضغط على الجراوند مثلا، عايز اشوف لكم الجراوند فين. ولكن ده مثلا الجراوند اهو، الخط اللي ماشي هنا ده طالع من الجراوند. هضغط عليه كده ماكسيمم اوف 6 اير واير. ماشي. عشان في اكتر من 16 اير واير هنا، فمش هيقدر يوصلهم كلهم مره واحده، فخلينا بلاش سيجنال. اختار السهم ده تاني، اقول له مثلا راوت اير واير بس، كويك راوت، ضغطت اهو على خط وصله لي. تمام. بس انا مش عايزه ريد، فهو هنا بقى المشكله ان هو بيختار لي بشكل عشوائي، بيختار لي اللاير بشكل عشوائي. فانا بفضل ايه اللي هي اول واحده راوت اير واير، وابدا اوصل يدويا. تمام.
وهشرح لكم دول يعني بالتفصيل، هناخد الباقيين دول بس ما ندخل في حاجه كبيره شويه، لان لسه اللي جاي اتقل. انا عايز الناس برضو، انا حتى الان ماشي معاكم بريتم بطيء خالص. اتفضل اوتو راوتر. لا اوتو راوتر على فكره مش ما بيطلعش نتائج حلوه خالص. تمام، هو بوريك الفرق بين الوانا. انا لما بيجي لي دايره بعرف معمول لها اوتو راوت من اللي معموله يدوي عشان تبقى عارف. هبعت لكم ان شاء الله ملف مضغوط دلوقتي فيه السكيماتيك وفيه اللي اوت، شباب هينزلوا لكم على الجروب، كل واحد يحمل الدايره ويبدا يعمل لها راوت ويضيف بقى الفوت برنت الخاصه بيه. بنكبر دلوقتي الاير واير ده، ده الويتس بتاع التراك اهو. تمام، انت ممكن تغير تختار الحجم من هنا، مش عاجبك الحجم ده ممكن تروح جاي مغيره كده، شايل دي كلها وكاتب الايه الحجم اللي انت عاوزه. تمام، لا افتح المايك وكلمني يا مصطفى، لان انا مش فاهم اللي مكتوب، الانجليزي داخل في العربي كله داخل في بعض. باشمهندس انا قصدي ان احنا ما ينفعش نحط رول عشان يعمل روترنج او يعمل روت في، يعني يعمل روت بتاعها في الليرة اللي احنا عايزينه بس. ماشي، ما انت لو هتعمل اوت راوت انت ممكن تعمل كده فعلا. اوت راوت انت تبقى محدد له اللاير اللي انت هتستخدمه، يعني ده لو انت ما هو هتستخدم كويس اوتو راوت. بنشتغل بيه. تمام، اشتغل بيه وعم وطلع نتائج. اصل اللي بيعمل الكلام ده اللي بيوصل ماشين، عمرها ما هتيجي زي تفكيرك انت في ان التراك يمشي من هنا احسن من هنا والكلام ده كله. تمام، وصل اللي انا كنت بتكلم فيه؟ طيب الحجم المناسب للتراك، انا قلت الحجم المناسب للتراك دلوقتي احنا قلنا كام اللي احنا حاطينه؟ 8 من 10 مللي متر. ده لحد دلوقتي 8 من 10 مللي متر حتى الان، بعد كده هنعرف يعني ده مش ستاندرد، ان كل حاجه هيبقى ليها سمك معين على حسب التيار اللي بيمشي في التراك. تمام، الويتس انت ممكن زي ما قلت كل ما اغير القيمه هنا هيبقى ده سمك التراك اللي انا هوصله، او انا وصلت او انا رسمت التراك بعد ما برسمه ممكن اضغط كليك يمين عليه واغير السايز بتاعه او الويتس. تمام، بنكتب الاسماء منين؟ من تكست هنا اهي. تمام، وبعد ما اكتب اي حاجه وليكن عماد مثلا، جالي الاسم اهو، اسم صغير خالص اهو، ممكن اغير السايز بتاعه برضو من هنا. تمام، واغير الريشيو واغير الخط والكلام ده كله، وممكن اغير اللاير بتاعته من هنا. يعني ده كده هيبقى في طبقه النحاس اللي تحت، ولو هنا في التي نيم هيبقى في طبقه الاسماء اللي هي موجوده على البورده من فوق. عشان الناس المره اللي فاتت قلت لهم عايز الاسم في البوتوم لاير، لقيتهم بعتبره لي في التي نيمز. تمام، معنى انا اقول لك في البوتوم لاير او في التوب لاير ده ان هو يبقى محفور على النحاس ذات نفسه. تمام، اعمل كده كنترول اس للدايره اهو، اسميها سكند سيشن. تمام، حد عنده اي اسئله تاني؟ شباب حد عنده اسئله تاني؟ هو اللي هو بالنسبه للعرض على 3 دي على فيوجن 360 ده، حضرتك قلت ان ممكن يتعمل زي اونلاين كده من غير ما انزل البرنامج. بالظبط، سؤال. المشكله اصلا ان سواء اونلاين او من غير ما تنزل برنامج هو كده كده بيحتاج برضو بيحتاج ريسورسز، فاهمني؟ ريسورسز ايه بالظبط؟ يعني هو بيستهلك برضو امكانيات اللاب وانت بتبقى شغال عليه. ايوه تمام، بس زيه زي اي حاجه انت بتشتغلها على المصنع. تمام، انا هروح كده على الدوكيومنتس، الايجل
ممكن تاخده بكرة. والله بصوا اللي انتوا عاوزين، اصل بعد واحنا بكرة كده ده كده بكرة أصلا، بكرة في صلاة تراويح المفروض، فالسيشن هتبقى متأخر، السيشن هنبدأ عشان عشرة كده كده تقريبا. بكرة هتبقى الساعة 10.